السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية فيك حياة. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم درس من دروس اللغة الفرنسية اللي هو الادجكتيف كاليفيكاتيف ناتور فونكسيون اي اكور. في هذا الدرس غنطرقوا لثلاثة ديال النقاط مهمة. ناتور يعني الطبيعة ديال الادجكتيف كاليفيكاتيف من حيث اللغة، اش تكون هذا الادجكتيف كاليفيكاتيف، و لا فونكسيون يعني الوظيفه ديال لادجكتيف كاليفيكاتيف، اي لاكور يعني كيفاش نقومو بالربط ديال لادجكتيف كاليفيكاتيف مع الاسم بطريقه صحيحه وواضحه. تو دابور غنعطيو اون بوتيت ديفينيسيون بور لادجكتيف كاليفيكاتيف. دونك لادجكتيف كاليفيكاتيف سي اون كلاس غراماتيكال، سي لا ناتور mot variable qui est associé à un nom pour le qualifier, pour lui donner plus de précision. Maintenant, l'adjectif qualificatif est un mot d'asnaf nahwiya ديال اللغة الفرنسية وهي كلمة متغيرة كربطوها مع الاسم باش يكون اكثر وضوح واكثر دقة. ثانيا، certains adjectifs qualificatifs expriment une qualité, d'autres indiquent une relation à un élément. C'est-à-dire, qu'il y a des adjectifs qualificatifs qui biennent la qualité ou la joda de l'ism. Ou qu'il y a des adjectifs qualificatifs qui biennent la relation entre les adjectifs ou l'ism. Renardo exemple, pour que nous comprenions. Un jardin magnifique, donc magnifique, adjectif exprimant une qualité. Maintenant, هاد مانيفيك يعني جردة زوينة، يعني هاد مانيفيك بينات لنا لا كاليتي ديال هاد الحديقة، يعني بينات لنا النوعية، يعني كي دايرة هاد الحديقة. على عكس ليكزومبل الثاني، اون كارت تيليفونيك، هنا لادجيكتيف اكسبريمو اون غولاسيون او تيليفون، بمعنى هاد لا كارت ديال التليفون، يعني خاصة بالتليفون. ودابا غندوزو لا فونكسيون ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني الدور اللي كديرو هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف فلا فراز او لا الوظيفه ديالها. دونك لادجيكتيف كاليفيكاتيف عندها جوج ادوار مهمه. اذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف بوتيتر ايبيتيت و اتريبي. غنبداو بالايبيتيت. دونك ايبيتيت لوغسكي لي بلاسي ا كوتي دو نو كي كاليفيي افون و ابري. بمعنى كنقولوا هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت ملي كتكون مباشره من بعد لو نو او لا من قبل لو نو مباشره، يعني ما بيناتهم حتى شي حاجه. لاحظوا معايا ليكزامبل ان اليف انتيليجون. دونك ان اليف هو لو نو، انتيليجون هي لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت. علاش اي بيتيت؟ حيتاش لاصقه مع الاسم مباشره، ما بيناتهم والو، وهنايا جات من بعد الاسم لو نو. وغنشوفو نشوفو اكزامبل اخر، ان سبلونديد بويم. هنايا سبلونديد هي لادجيكتيف كاليفيكاتيف جات قبل البويم، دونك عندنا الحق نديرو لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت قبل او لا بعد الاسم. وكاينه حاله ثالثه هي ان ميم نوم بوتيتر كاليفيي بار بليزيور ادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت. معنى ممكن يكون عندنا اسم واحد وليني عنده بزاف ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي كيوضحوا اكثر. باغ اكزومبل لو بيتي شاغري دو مون فوازان فيا مو روندر فيزيت. لاحظوا معايا بوتي اي غري سو سون دو زادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت دو ميم نو اللي هو لو شان. دابا غندوزو للدور الثاني ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هو اتريبي. Donc attribut lorsqu'il est séparé de nom par un verbe d'état. Maintenant, quand nous avons l'adjectif qualificatif attribut, il a le nom ou il est un verbe d'état. Verbe d'état, inshallah, غادي نديرو une autre vidéo غنشرحو فيهم شنو هما لي verbe d'état. Donc هنايا le verbe d'état هو l'auxiliaire être اللي هو اي. اذا cet élève c'est le nom et c'est l'auxiliaire être, يعني verbe d'état, intelligent, l'adjectif qualificatif attribut. يعني من يقولوا adjectif qualificatif attribut يعني بالضرورة خاص يكون عندنا un verbe d'état بين الاسم وبين l'adjectif. هذا هو
l'adjectif qualificatif attribut. Ou d'abord, nous l'accord. Donc, l'accord de l'adjectif qualificatif. L'accord d'adjectif qualificatif s'accorde. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني إلا بغينا حنايا نحطو واحد لادجيكتيف كاليفيكاتيف لواحد الاسم بالضرورة خصنا نشوفو هذاك الاسم نشوفو لو جونغ ديالو و لو نومبر لو جونغ يعني سوا فيمينا سوا ماسكينا مذكر أو لا مؤنث أما النومبر سوا سانغولي سوا بلوريال يعني سوا مفرد سوا جمع ناخدو اكزومبل اون في سيريوز لاحظوا معايا اون في سي تامو فيمينا سانغولي دونك سيريوز حتى هي بالضروره خاصها تكون فيمينا سانغولي باش يكون ارتباط سليم وواضح من حيث التركيب دي في سيريوز دونك عندنا دي في سي تامو فيمينا بلوريال دونك سيريوز خصنا ولا بد نزيدو لها ان بوتي تيس على لافان باش تولي حتى هي فيمينا بلوريال ان غارسون جونتي Donc, un garçon, c'est un mot masculin singulier. Donc, gentil, ça veut dire masculin singulier. Des garçons gentils. Donc, un des garçons, c'est un mot masculin pluriel. Donc, chez les, on a une petite S à la fin, dit le gentil, mais je voulais dire un masculin pluriel. Quelle est le terabot, dit l'adjectif qualificatif, qui est un chauffeur d'abord, à la bhala, ma charre ou l'exemple. Donc, quelle est le halal oula? Lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms de même genre, elle se met au pluriel. Maintenant, fais-je qu'il y ait un mot à l'asma, ou brite n'a pas eu l'adjectif qualificatif, yani brite n'a pas eu le même adjectif qualificatif. Il y a un mot le même genre, yani, tout le monde est ou là, tout le monde est en train de faire l'adjectif qualificatif, il y a un mot à l'asma, le pluriel. Par exemple, un homme et un enfant beau comme des anges s'avancir. Lahdou m'aïa. Un homme, rahou masculin, mot masculin, et un enfant, tahoua, mot masculin. Donc, un homme le même genre. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Ren hat l'adjectif qualificatif, ren hat ha, mbachara mnou rahoum, ou gadi tkoun fe pluriel. Pourra تكون masculin علاش لان عندي ام وانفو حتى هما masculin دونك هنايا كنحطهم في البلوريال ضروري خصني نحط لادجيكتيف كاليفيكاتيف في البلوريال دابا غادي ندوز للحاله الثانيه هي lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms de genre différents l'adjectif qualificatif se met au masculin pluriel معنى هاد المره عندي بزاف ديال الاسماء ولاني الوضعيه مختلفه عندي اسماء في الماسكولين وعندي اسماء في الفيمينين دونك شنو غادي ندير لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي باغا انا نحط خاصها تكون بالضروره ماسكولين واخا عندي فيمينين والماسكولين يعني خص لادجيكتيف خاصها تكون ماسكولين وفي البلوريال غنشوفو ليكزامبل لو شا لا بوليت اي لا سوري سومبلير اتيري دونك عندي لو شا ان مو ماسكولين La bolette et la souris, bjoujoum, des mots féminins. Donc, je nous radine dire, rana khoud atéré, rana hatta fil masculin, fil pluriel. On douze d'abord le halat talta, les adjectifs qualificatifs utilisant de noms de fleurs, de fruits, de pierres précieuses, etc., ne s'accordent ni en genre, ni en nombre. Maintenant, quels sont les adjectifs qualificatifs كنستوحيوهم من اش من لي فلور اولا من لي فروي اولا من لي بيير بريسيو يعني كناخذوهم كيكونوا مستوحات من الازهار اولا من الفواكه اولا من الاحجار الكريمه هاد لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف كنخليهم كما هما يعني ماشي بالضروره ندير لهم ارتباط لا من حيث النوع ولا من حيث العدد غناخذو اكزامبل باش نفهمو اكثر Nous portons des robes orange. Nous avons fassatine, flon le portugais. Donc, orange, c'est un adjectif qualificatif utilisant deux fruits. Yani, j'ai mis l'on dit le fakiha dit le portugais. Et orange, nous avons fait comme ça. Nous avons fait l'irtibat de l'hama
دي روب. دونك عندي دي روب فيمينا فيمينا بلوريال، غادي ناخد اورانج نحطها كما هي في سانغولي عادي. سي بوكل دوغي اميرود سون بيل، دونك عندنا اميرود سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اتيليزون دو بيير بريسيوز، دونك جاي هاد اميرود هي اللون الزمردي يعني جاي من الاحجار الكريمه، يعني ماشي بالضروره ندير ليه الارتباط مع لي بوكل. دونك سي بوكل واخا هي في البلوريال غادي ندير اميرود في سانغولي عادي، يعني ما نحتاجش نربطها. وغنشوفوا دابا الحاله الرابعه والاخيره، لي زادجيكتيف روز ايكارلات فوف انكارانا موف بوربر ساكور او نومبر. لاحظوا معايا هادو الوان، يعني سوسو دي زادجيكتيف دو كولور، يعني بالضروره خاصهم يكونوا مرتبطين مع الاسم من حيث العدد. لاحظوا معايا روز هو اللون الزهري راه واضح، ايكارلات هو واحد الدرجه ديال اللون البرتقالي، فوف هو اللون كنقولوا بالدارجه منمر، انكارانا هذا اللون يعني بين الاحمر وبين البرتقالي، موف باين هو اللون البنفسجي، بوربر هو اللون كنقول بالدارجه اللون كرونا. هاد الالوان هاد لي زادجيكتيف ديال الالوان كيكونوا مرتبطين بالاسم من حيث العدد. ناخذ اكزامبل الا توجور لي جو روز، دونك روز لاحظوا عندي في البلوريال، علاش حيتاش لي جو حتى هما في البلوريال. وباش نثبتوا المعلومات اكثر نبدا من خدمه من ان اكزيرسيس. لانتيغي من هذا الاكزيرسيس هو ناخذ لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ونربطوهم بشكل صحيح مع لومو. اذا شنو خصنا نديرو حنا؟ نقلبوا على هذا لومو ونشوفوا لو جونغ ديالو ونشوفوا لو نومبر ديالو باش نقدروا نربطوه بشكل صحيح مع لادجيكتيف كاليفيكاتيف. غنقرا لي فراز. Cet enfant mange trop de plats, entre parenthèses, sucrés. Cette année, les pluies ont été, entre parenthèses, abondants, que cette femme est, entre parenthèses, nerveuse. Les enfants avaient mis leur chemise, entre parenthèses, rose. Fatima et Sarah sont très, entre parenthèses, coquets. Ces jeunes filles sont vraiment, entre parenthèses, intelligentes. J'aimerais bien acheter ces pantalons, mais elles sont trop, entre parenthèses, grands pour moi. Ces deux fillettes sont vraiment très, entre parenthèses, gentilles. Ces fleurs, entre parenthèses, blancs, seront à livrer demain à Madame Leila. Donc, on cherche la réponse, ou on cherche l'âge, ou on a les adjectifs qualificatifs pour cette chose. Première phrase, cet enfant mange trop de plats sucrés. L'âge de Maya, sucré, c'est un masculin pluriel. L'âge est sucré, le mot plat. Le mot plat, c'est le masculin pluriel. En dessous d'abord, la phrase tania, cette année, les pluies ont été abondantes. Donc, abondantes, ES à la fin, les féminins pluriels. كتوضح لنا لي بلوي، دونك لي بلوي في الفيمينان بلوريال داكشي علاش حطينا ابوندونس فيمينان بلوريال. لا فراز الثالثه كو سيت فام اي نيرفوز، دونك نيرفوز فيمينان سانغولي، علاش حيتاش سيت فام فيمينان او سانغولي. الجمله الرابعه لي زونفون افي مي لور شوميز روز. إلا عقلتو في الحالة الرابعة شفنا لي زادجيكتيف دو كولور روز، روز فيمينان بلوريال، إذن خاص إذن كتبين لينا لي شوميز، لي شوميز في الفيمينان بلوريال. قلنا روز إل ساكور افيك لو مو افيك لو نو او نومبر. دابا غنشوفو الجملة الخامسة، فاطمة إي سارة سون تري كوكيت. دونك كوكيت فيمينان بلوريال، علاش درناها في البلوريال؟ حيت كوكيت هي ادجيكتيف كاليفيكاتيف وحده اللي كتكاليفي لينا جوج ديال الاسماء او ميم طون. دونك فاطمه وساره عندهم لو ميم جونغ، سو سون دو مو او فيمينان، دونك داكشي علاش
درنا كوكيت في الفيمينا أو بلوريال. الجملة السادسة: ces jeunes filles sont vraiment intelligentes. Donc intelligentes féminin pluriel. درناها في الفيمينا بلوريال علاش؟ لأنها كتوضح لنا سي جون في راهي في الفيمينا بلوريال. الجملة الموالية: جيمغي بيان جتي سي بونتالون مي ان سون ترو غران بور موا. دونك غران اس على فان ان مو او ادجيكتيف كاليفيكاتيف في الماسكولان بلوريال اللي كتوضح لنا ال اللي بدورها كتوضح لنا سي بونتالون. دونك سي بونتالون في الفيمينا باردون في الماسكولان بلوريال. دونك كتوضح لنا كون كتوضح لنا سي بونتالون اللي هي في الماسكولان بلوريال. داكشي علاش حتى هي درناها في الماسكولان بلوريال. الجمله المواليه: سي دو فيات سون فريمون تري جونتي. دونك جونتي كتوضح لنا سي دو فيات، يعني كتبين لنا لي دو فيات كي دايرين. سي دو فيات فيمينان بلوريال، دونك جونتي حتى هي في الفيمينان بلوريال. الجمله الاخيره: سي فلور بلانش سورون اليفري دومان ا مدام ليلى. دونك لاكور افيك سي فلور، دونك سي فلور فيمينان بلوريال، دونك غادي تكون بلانش حتى هي في الفيمينان بلوريال. غنشوفو اكزيرسيس تاني. هاد الاكزيرسيس الهدف منه ان نشوفو لا فونكسيون ديال لاجيكتيف كاليفيكاتيف، سوا ابيتيت سوا اتريبي. دونك لا كيستيون: indiquer la fonction de l'adjectif qualificatif suivant. Donc on va lire les phrases. Nadia est une jeune journaliste. Le ciel est bleu aujourd'hui. C'est un film drôle. Les touristes semblent satisfaits. Elle restera fidèle à ses principes. J'aime beaucoup les films américains. Cet écrivain devient célèbre. Cette poète a écrit un splendide poème. Nous habitons dans une ville côtière. Et dans la ligne, nous voyons l'adjectif qualificatif. Nous voyons fin ahia. On va nous voir qui dira le mot. Ou je crée nous et peut-être ou la bille d'année. Et qu'est le verbe d'état attribué. Donc la réponse. Nadia est une jeune journaliste. لاحظوا معايا جون هي لادجكتيف كاليفيكاتيف. علاش ايبيتيت؟ حيت قريبه للجورناليست اللي هو لو مو كيكاليفيي. دونك جون ادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. لا فراز الثانيه: لو سييل اي بلو اوجوردي. دونك لاحظوا معايا بلو هي لادجكتيف كاليفيكاتيف كي كاليفيي لو سييل، مي بعيد عليه يعني سيباري بار اي. يعني اي سي لو فيرب ديتا يعني اوكسيليير اتر. دونك هنا البلو ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. سيتي ان فيلم درول يعني فيلم مضحك. بلو درول دونك غنقولو درول سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت حيت قريبه لان فيلم. لي توريست سومبل ساتيسفي. دونك ساتيسفي il y a l'adjectif qualificatif qui qualifie les touristes. Donc ni yani binatum sembler, le verbe sembler, le verbe d'état. Donc satisfait c'est un adjectif qualificatif attribué. Elle restera fidèle à ses principes. Donc fidèle c'est l'adjectif qualificatif attribué qui qualifie elle. Mais elle a resté. Le verbe rester, le verbe d'état, rester. Donc, fidèle, bida la elle. Donc, en gros, là, fidèle, c'est un adjectif qualificatif attribué. Je vous le jume le mot lien. J'aime beaucoup les films américains. Donc, là, il y a américain, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie les films. Donc, là, qribahta, en gros, c'est un adjectif qualificatif et peut-être. Cet écrivain devient si libre. Si libre, c'est un adjectif qualificatif attribué. علاش لانها بعيد على cet écrivain بيناتهم un verbe d'état le voit devenir. Cette poète a écrit un splendide poème. Donc splendide هنا
هي الادجكتيف كاليفيكاتيف اي بيتيت لانها قريبه من بويم وجات قبل بويم. Nous habitons dans une ville côtière. Donc, côtière, c'est un adjectif qualificatif épithète. Jat mubashara min ba'd une ville. Merci beaucoup de votre attention. Nitmenna tkunu sifttu min l'malumat li kaynin f la vidéo. Ou inshallah ntlaqaw f une nouvelle vidéo. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية في الحياة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس جديد اللي هو les pronoms relatifs simples qui, que, dans, où. إذن في البداية غادي نشوفوا la définition ديال les pronoms relatifs. يعني غادي نشوفوا هاد les pronoms relatifs أش يكون من ناحية اللغوية. Donc le pronom relatif c'est un pronom qui permet de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe. Maintenant, on a le pronom relatif, qui est un jumel basita, parce que nous avons une jumel morakaba. Une jumel morakaba, il y a des verbes, donc je suis allée au cinéma voir un film. Donc, هذه الجملة الأولى. J'ai aimé ce film. هذه الجملة الثانية. لكن لاحظوا معايا بأن الجمل بجوج فيهم لمو فيلم متعاود. يعني فيلم فيلم. دونك غادي ناخدو هاد الجمل بجوج وغادي نربطوهم بواحد البرونو غولاتيف باش نتفاداو هاد التكرار. دونك غتولي الجملة Je suis allée au cinéma voir un film que j'ai aimé. لاحظوا معايا بأن بقات عندنا فيلم وحده ودخلنا واحد الرابط اللي هو البرونو غولاتيف. ودابا غنشوفو لا فونكسيون غراماتيكال دي برونو غولاتيف سامبل. معنا غنشوفو الوظيفه ديال لي برونو غولاتيف. دونك لي برونو غولاتيف سامبل كي كو دون او سيرف ا رولي دو فراز بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. سيتادير ان الدور الاساسي ديال لي برونو غولاتيف هو الربط بين الجمل من اجل تفادي التكرار. اذا هذا هو الهدف من ادخال لي برونو غولاتيف داخل الجمل. الدور الرئيسي ديالهم هو الربط بين الجمل من اجل تفادي التكرار. ان رومبلاس ان نو هو ان برونو ابلي لونتيسيدون. طبيعه الحال يعني ان هاد الكلمات او لي برونو غولاتيف اللي كندخلهم حنايا داخل الجمل كي رومبلاسيو لينا يعني كيعوضوا لينا بعض الكلمات المحذوفه اللي كتكون متكرره اكثر من مره كنحذفوها وكنعوضوها بلي برونو غولاتيف. هاد الكلمات المحذوفه كتسمى لونتيسيدون. كتسمى لونتيسيدون ان نو با دو سونس مي سولمون اون فونكسيون غراماتيكال. هاد لي برونو غولاتيف سامبل ما عندهمش واحد المعنى محدد وانما عندهم وظيفه غراماتيكال يعني وظيفه نحويه في اللغه الفرنسيه واللي هي الربط بين الجمل من اجل تفادي التكرار. ودابا غنشوفوا لا فونكسيون دو شاك برونو غولاتيف يعني غنشوفوا الوظيفه ديال كل برونو غولاتيف بوحدو. كي رومبلاس ان سوجي معنى الا كانت عندنا الكلمه المتكرره اكثر من مره في الجمل على شكل سوجي يعني لعب دور الفاعل كنعوضوها باغ كي. كو رومبلاس ان كومبليمون دوبجي ديريكت يعني إذا كانت عندنا الكلمة المتكررة أكثر من مرة ان كومبليمون دوبجي ديريكت يعني مفعول به كنعوضوها باغ كو. دونك اون بلاس ان كومبليمون بريسيدي دو لا بريبوزيسيون دو معنى دونك كتعوض لينا واحد الكومبلكس يعني كتكون دو كتكون حداها واحد الكومبليمون يعني دو بلس كومبليمون. هاد الكومبلكس كنعوضوه باغ دون. Ou remplace un complément circonstanciel de lieu ou de temps. يعني إذا كانت عندنا الكلمة المتكررة أكثر من مرة في الجملة كتدلنا على المكان أو على الزمان كنعوضوها ب البرونون غولاتيف أو. غنشوفو إكزومبل باش نثبتو المفاهيم مزيان. L'homme est notre voisin. Cet homme traverse la route. الراجل جارنا.
الراجل قطع الطريق. لاحظوا معايا بان هذا الكلام كيبان ركيك شويه، علاش؟ لان عندنا هذا الراجل معاود بزاف المرات. اذا شنو غنديروا؟ غنحاولوا نخليو مو واحد اللي هو لوم، والباقي وهذاك اللوم الثاني غنعوضوه برونون غولاتيف. ولكن قبل ما نديروا هذه الخطوه خصنا نحددوا الطبيعه ديال هذا اللوم، يعني اش من دور لعب في الفخاز، سواء سوجي سواء كومبليمون دوبجي ديريكت، سواء كومبلكس دو بلس كومبليمون، سواء كومبليمون سيركونستانسييل دو طونس او دو ليو. اذا خصنا نحددوا ان واحد فيهم. لاحظوا معايا، سيتوم ترافيرس لا روت، الراجل قطع الطريق، يعني الراجل هنا لعب دور الفاعل، يعني لعب دور لو سوجي. دونك اشنو غادي نديرو؟ غنعوضوه بكي. لاحظوا معايا في الجمله، لوم كي ترافيرس لا روت اي نوتغ فوازان، الراجل اللي قطع الطريق جارنا. اذا هنايا ولات عندي الجمله مزيانه، ومن حيث اللغه مزيانه، يعني ما فيهاش تكرار. علاش؟ لان حيدنا هذاك الاول اللي سيتوم وخلينا غير لو برونون غولاتيف كي. دونك لو برونون غولاتيف كي رومبلاس سيتوم. La deuxième exemple, le film est comique. J'ai vu ce film hier. Le film مضحك. شفت الفيلم البارح. لاحظوا معايا بان عندي ركاكه في الاسلوب. علاش؟ لان عندي الفيلم معاود جوج مرات. اذا شنو غندير؟ غنحدد الطبيعه ديال هذا الفيلم، اش من دور كيلعب لينا في الجمله. لو مو ريبيتي اي كومبليمون دوبجي ديريكت، انا تفرجت في الفيلم، يعني الفيلم هنايا مفعول به، يعني كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني غادي نعوضو باغ كو، غتولي الجمله لو فيلم كو جي في هيير اي كوميك. يعني كو هنايا برونون غولاتيف غوبلاس سو فيلم. اذا لو فيلم الاول غتولي انتيسيدون كو برونون غولاتيف، و غنكمل الجمله عادي. ودابا غنشوف ليكزومبل الثالث. فواسي لو كارتيي جابيت دون سو كارتي، هذا الحي انا كنعيش في هذا الحي. اذا هنايا عندي كارتيي معاوده جوج المرات، اذا غادي نحدد الطبيعه ديالها. لو كارتيي سي تان كومبليمون دو دو سيركونستانسييل دو ليو، يعني كيدل لينا على واحد المكان. اذا غادي نعوضو باغ او، غتولي الجمله فواسي لو كارتيي او جابيت، يعني هذا هو الحي فين كنسكن. دونك لو كارتيي هو لونتيسيدون، او هو لو برونو غولاتيف او رومبلاس دون سو كارتيي. ليكزومبل الرابع والاخير، الا اون موتو اي لي فيير دو سيت موتو، عندو دراجة نارية، هو وفي لهاد الدراجة النارية. لاحظوا معايا بان هاد السيت موتو كتعاود جوج المرات. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نحدد الطبيعه ديال هاد الكلمه ونشوف. لو مو ريبيتي سي ان كومبليمون بريسيدو دو لا بريبوزيسيون دو، دونك سيت موتو كاين قبل منها واحد البريبوزيسيون، يعني الحرف دو. اذا هذا كومبلكس دو بليس كومبليمون. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض هذيك سيت موتو par le pronom relatif dont. Gratuli jumla, elle a une moto dont elle est fière. Endo motor, ouwa, wa fili. Donc, cette moto, une moto, c'est l'antécédent, dont c'est le pronom relatif qui remplace de cette moto, yani le complexe de ou cette moto. Notez bien. Les pronoms relatifs simples qui, que, dans, ou se placent toujours à côté de l'antécédent. دائماً كنلقاو الانتيسيدون هو الاول، ومن بعد متبوع بلي برونون غولاتيف كي كو دون او، في جميع لي زيكزامبل لي شفنا هنايا كلهم كنلقاو الانتيسيدون هو الاول، ومن بعد كنلقاو لي برونون غولاتيف تابعينو.
وباش نثبتوا المفاهيم اكثر غادي نخدموا اكسيرسيس ونفهموا اكثر. غنقراو السؤال. غوليي لي فراز سويفونت بار لي برونون غولاتيف كي ك دون او. غنقرا الجمل. اذا هنا في كل كيستيون حطيت جوج ديال لي فراز، وهاد لي فراز فيهم واحد الكلمه متكرره. اذا نحاولوا نقلبوا على الطبيعه ديال هاد الكلمه المتكرره ونعوضوها بان برونون غولاتيف سامبل وربطوا بين الجمل بطريقه سليمه. غنقراو الجمل. جي تروفي لوبجي تي ا كاشي سيت اوبجي سو طون لي. Elle a choisi le gâteau. Ce gâteau a le plus de crème au chocolat. Tu nous as fait le portrait de l'homme. Cet homme vient juste de passer. La personne est impliquée dans l'accident. Cette personne est mon voisin. J'ai revu la maison. Dans cette maison, j'ai passé mon enfance. J'ai tous les albums de ce chanteur. Le chanteur est connu. J'ai acheté dernièrement la voiture. Cette voiture est rouge. Je vis le pays. Ce pays est le plus beau. Tout d'abord, on va la corriger les phrases. La phrase Lula, j'ai trouvé l'objet que tu as caché sous ton lit. Dans l'objet, il y a l'antécédent, les 15 mètres de juge de l'embarras. إذن ولات لوبجي هنايا لعبة دور ديال كومبليمون دوبجي ديريكت. إذن غادي نحط مباشرة من وراها كو، غتولي لنا الجملة جي تروفي لوبجي كو تي كاشي سو طون لي. الجملة الثانية إلا شوازي لو كاطو كي ا لو بلوس دو كريم او شوكولا. لاحظوا معايا بأن لو كاطو هنا عندو دور ديال سوجي، داكشي علاش درت مباشره من وراه كي. لا فراز الثالثه لوم دون تي نوزا في لو بورتري فيان جوست دو باسي. لاحظوا معايا بان لوم الا لاحظتوا في ليكزيرسيس لوم كانت سابقها واحد لا بريبوزيسيون دو، دونك عندنا كومبلكس دو بلس كومبليمون. داكشي علاش درت مباشره من وراها دون ولات لوم دون تي نوزا في لو بورتري فيان جوست دو باسي. La phrase raba, la personne qui est impliquée dans l'accident est mon voisin. Donc la personne là, c'est un sujet. Donc je mubashara dat mouraha qui. La personne qui est impliquée dans l'accident est mon voisin. J'ai revu la maison où j'ai passé mon enfance. Donc la maison est l'antécédent, les lavador ديال درف مكان يعني كتدلينا على المكان. دونك داكشي علاش مباشره درت من وراها او. اتولي لينا جي روفي لا ميزون او جي باسي مون انفونس. الجمله السادسه لو شونتور دون جي توس لي البوم اي تري كوني. لاحظوا معايا بان لو شونتور هو حتى هو كومبلكس دو بليس كومبليمون. الى رجعتو ليكزيرسيس غتلقاو بان الشونطور كانت قبل منها دو، داكشي علاش درت دون من وراه. لا فراز سبعة لا فواتور كو جي اشتي ديغنييغمون اي روج. دونك لا فواتور ان الدور ديالها هو كومبليمون دوبجي ديريكت، مباشرة حطيت من وراها كو. لا فراز تامنة لو بيي où je vais est le plus beau. Donc on a le pays où je vais est le plus beau. Donc on a le pays là la bordel complément circonstanciel de lieu. Action là je vais te montrer charam nora où. Merci de votre attention. Inch'Allah, t'laqaou f'a une nouvelle vidéo. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikum fi qanatikum le français avec Hayat. Fahad la vidéo, inshallah, ghadi nqaddam likum dars jdid, w li huwa li pronoms relatifs
composés. إذا غادي نتعرفوا جميع على لا ديفينيسيون ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي، وغادي نشوفوا كذلك لا فونكسيون ديالهم، يعني الوظيفة ديالهم داخل الجملة، وغنشوفوا كذلك لا فورماسيون ديالهم، يعني كيفاش نستعملوهم بطريقة صحيحة وسليمة داخل الجملة. دونك غادي نبداو بان بوتيت ديفينيسيون بور لو برونون غولاتيف. دونك لو برونون غولاتيف سي ان برونون qui permet de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe. Maintenant, on a le pronom relatif واحد الضمير اللي كيسمح لينا نربطو بين جوج ديال الجمل بسيطه باش نحصلوا على جمله مركبه. دابا باش نفهموا مزيان غادي نشوفوا اكزومبل. لاحظوا معايا الاكزومبل في جوج ديال الجمل. لا بروميير فراز لاربر ايو، يعني الشجرة عالية. لا فراز الثانية نو جوون سو لاربر، يعني كنلعبو تحت من الشجرة. لاحظوا معايا بأن لو مو اربر معاود عندي في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. إذا غادي نحاول ندمج هاد جوج ديال لي فراز ونحصل على جملة واحدة فقط. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ندخل واحد الرابط اللي هو لو برونون غولاتيف كومبوزي لوكيل. دونك غادي تولي عندي الجمله لاربور سو لوكيل نو جوون يو. ودابا غنشوفو لا فونكسيون ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي، يعني الوظيفه ديالهم داخل الجمله. دونك هنايا عندي دو فونكسيون برينسيبال. غادي نبدا بالاولى لي برونون غولاتيف كومبوزي. Par exemple, lequel, laquelle, lesquels, lesquels servent à relier deux phrases pour éviter la répétition. يعني أن الدور ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي هو الجمع بين جوج ديال الجمل بسيطة ونحصلوا على جملة مركبة من أجل تفادي التكرار، يعني أن الجمل اللي جمعنا فيهم بجوج كلمة متكررة. إذن هذه الكلمة المتكررة كنعوضوها بالبرونون غولاتيف كومبوزي. علاش؟ باش نتفاداو التكرار، يعني ما يبقاش عندنا الأسلوب ركيك. إذن غنشوفو الدور الثاني ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي. دونك إل غومبلاس أن نو أبلي لونتيسيدون أو لي شوازي سولون لا فونكسيون دو مو غوبلاسي. بمعنى أن الإسم اللي كنعوضوه بالبرونون غولاتيف كومبوزي كيتسمى لونتيسيدون. هاد الاسم كيتسمى، يعني كنطلقوا عليه اسم لونتيسيدون، وكنختاروا لو برونون غولاتيف اللي باغيين نعوضوا به لونتيسيدون. كنختاروه على حسب النوعيه ديال لونتيسيدون، يعني من حيث العدد ومن حيث النوع. ودابا غندوزو لا فورماسيون ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي، بمعنى التركيب ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي داخل الجمله. دونك لي برونون غولاتيف كومبوزي اي فورمي دين بريبوزيسيون، باغ اكزومبل دون، سور، افيك، شي، بور، بار، ايتترا، بلوس، لوكيل، لاكيل، ليكيل، ليكيل، سولون لو جونغ اي لو نومبر دو نون كيل غومبلاس. بمعنى الا كنا غادي نربطو جوج ديال الجمل مع بعضهم برونون غولاتيف كومبوزي، فكنسبقو لا بريبوزيسيون هي الاولى، عاد كنحطو لو برونون غولاتيف كومبوزي. لا بريبوزيسيون يعني هي الحروف، يعني حروف الجر كي كنقول لهم بالدارجه. باغ اكزومبل عندنا دون، سور، افيك، شي، بور، par etc. هما الاولين كنسبقوهم، عاد كنحطو لو برونون غولاتيف كومبوزي. وهذا التركيب ديال لا بريبوزيسيون بليس لي برونون غولاتيف كومبوزي كيكون حسب النوع والعدد ديال الاسم اللي عوضناه، يعني ديال لونتيسيدون. باش نفهمو مزيان غادي نشوفو دي زيكزامبل. دونك غادي نبداو بالاكزامبل ا. لاحظوا معايا بان هاد ليكزامبل فيه جوج ديال لي فراز. دونك لا بروميير فراز نو مارشون سور لا بلاج،
بمعنى كنتمشاو على الشاطئ. لا دوزيام فراز جادور سيت بلاج، يعني كتعجبني هاد الشاطئ. لاحظوا معايا بان لو مو بلاج معاود عندي جوج ديال المرات، عندي في لافراز الاولى وعندي في لافراز الثانيه. اذا باش نتفادى هذا التكرار غادي ندمج بين هاد جوج ديال لي فراز ونحاول ندخل واحد لا بريبوزيسيون بليس لو برونون غولاتيف كومبوزي، وغادي نشوفوا الجمله كي غادي تولي. دونك لاحظوا معايا جادور سيت بلاج سور لاكيل نو مارشون، بمعنى كتعجبني هاد الشاطئ اللي عليها كنتمشاو. لاحظوا معايا هنايا بقات عندي اون سول بلاج، يعني بقات عندي بلاج وحده، والثانيه عوضناها بلو برونون غولاتيف كومبوزي. لاحظوا معايا عندي لاكيل، علاش اختاريتها بالضبط؟ دونك لاكيل عندنا فيمينا سانغولي، علاش؟ لان لو مو بلاج حتى هو فيمينا سانغولي، دونك اختاريتها على حسب النوعيه، دونك نوعيه فيمينا، وعلى حسب العدد عندي سانغولي واحد يعني مفرد. اذا لاحظوا معايا بلاج دائما كنسميها لونتيسيدون لان هي اللي عوضناها، سور هي لا بريبوزيسيون يعني حرف جر، لاكيل هي لو برونون غولاتيف كومبوزي. دابا غندوزو ليكزامبل بي، حتى هو في جوج ديال الجمل. عندي جيم سيت اورديناتور، هذه لا فراز الاولى يعني كيعجبني هذا الحاسوب. لا دوزيام فراز جو في مي ديفوار افيك لورديناتور، يعني كندير الواجبات ديالي بهذا الحاسوب. لاحظوا معايا عندي لو مو اورديناتور حتى هو عندي معاود في الجمله الاولى وفي الجمله الثانيه. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندخل بريبوزيسيون بليس برونون غولاتيف كومبوزي وغادي ندمج الجملتين بجوج. اذا غادي تولي عندي الجمله جيم لورديناتور افيك لوكيل جو في مي ديفوار، اذا كيعجبني الحاسوب اللي بيه كندير الواجبات ديالي. لاحظوا معايا لورديناتور هو لونتيسيدون لانه هو الكلمه اللي كان اللي عوضناها بلو برونون غولاتيف كومبوزي لوكيل. دونك افيك هي لا بريبوزيسيون و لوكيل هي لو برونون غولاتيف كومبوزي. ودابا غنشوفو في حالة الا كانت عندنا لا بريبوزيسيون هي ا. دونك افيك لا بريبوزيسيون ا لي لوكيسيون بريبوزيسيونيل كومبوزي دو ا لي برونون غولاتيف composés sont modifiés et deviennent. Donc, avec A, au masculin singulier devient auquel. Féminin singulier à laquelle. Masculin pluriel auquel. Féminin pluriel auquel. لاحظوا معايا في حالة إلا كان عندي حرف الجر اللي هو A أو العبارات اللي كيكون فيهم في الأخير ديالهم أ، لي برونون غولاتيف كومبوزي كيوليو كيتكتبو بهاد الشكل. إلا كان عندي ماسكولان سانغولي ما كنكتبوش أ بليس لوكيل، هذا فو، دونك كنديرو أوكيل بهاد الشكل اللي كتبت لكم في الطابلو. إلا كانت عندنا ماسكولان بلوريال كنكتبوها أوكيل أفيك إس على لافان. كانت عندنا فيمينا سانغوليان كتولي à laquelle، فيمينا بلوريال كتولي auquel. دونك هادي كا بارتيكوليير. إلا كانت عندنا لا بريبوزيسيون à سابقة لو برونون غولاتيف كومبوزي، إذا كنكتب لي برونون غولاتيف كومبوزي بهاد الشكل اللي عطيتكم في الطابلو، يعني سا ديبون لو جونغ و لو نومبغ. وباش نفهمو مزيان غادي نشوفو دي زيكزومبل. دونك بوغ لا بروميير اكزومبل، اكزومبل ا، عندي فيه جوج ديال لي فراز. لا بروميير فراز جادور سو فيلم، معنى كيعجبني هاد الفيلم. لا دوزيام فراز
Je pense souvent à ce film. Maintenant, كنفكر غالبا في هذا الفيلم. لاحظوا معايا بأن عندي ce film متكرر في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. لاحظوا معايا كذلك في الجملة الثانية عندي اللوكيسيون بريبوزيسيونيل كومبوزي اللي هي سوفون ا دونك عندي فيها بريبوزيسيون فيها ا اذن غيكون عندي لو برونون غولاتيف كومبوزي سو فورم اوكيل دان الجمله غتولي جادور سو فيلم اوكيل جو بونس سوفون علاش بالضبط حطيت اوكيل اوكيل لان عندي لو مو سو فيلم عندي في ماسكولين سانغولير دونك اوكيل غتولي ماسكولين سانغولير حتى هي دونك غادي نشوفو ليكزامبل بي عندي في تا هو فيه جوج ديال الجمل دونك لا بروميير فراز سي بروجي سون فيني بمعنى هاد المشاريع كملوا لا دوزيام فراز Elle a consacré du temps à ses projets. Et then, كرس الوقت لهاد لي بروجي. لاحظوا معايا بان عندي سي بروجي معاوده عندي في الجمله الاولى وفي الجمله الثانيه وعندي كذلك عندي لا بريبوزيسيون ا. اذا لو برونون غولاتيف كومبوزي اللي غادي نعوض به سي بروجي ا سي بروجي غيولي اوكيل افيك اس ا لا فان. علاش درت اوكيل؟ لان عندي سي بروجي عندي بلوريال وعندي هما ماسكولين بلوريال دونك اوكيل غتكون ماسكولين بلوريال حتى هي غتولي عندي الجمله سي بروجي اوكيل الا كونساكري دو طون سون فيني بمعنى هاد المشاريع اللي كرس ليهم الوقت راهم كملوا. ودابا غنشوفوا في حاله الا كانت عندنا لا بريبوزيسيون هي دو دونك افيك لا بريبوزيسيون دو اي لي لوكيسيون بريبوزيسيونيل كومبوزي دو دو باغ اكزومبل بري دو بروش دو ا كوتي دو etc. Les pronoms relatifs composés sont modifiés et deviennent. Le masculin singulier devient duquel. Masculin pluriel duquel avec s à la fin. Féminin singulier de laquelle. Féminin pluriel duquel. Et donc, هذا هو الشرط. Il est كان عندنا la préposition de فراه كنكتبوا لي برونون غولاتيف كومبوزي بهاد الشكل اللي عندنا في الطابلو. وباش نفهموا مزيان غنشوفوا هاد ليكزامبل. دونك فهاد ليكزامبل كاينين دو فراز. بور لا بروميير فراز il vit dans cette maison بمعنى كيعيش في هاد الدار. لا دوزيام فراز à côté de cette maison il y a une église يعني بالقرب من هاد الدار كاينه كنيسه. لاحظوا معايا سيت ميزون معاوده عندي في الجمل بجوج. لاحظوا معايا كذلك في الجمله الثانيه عندي ا كوتي دو اذن هذه لوكيسيون بريبوزيسيونيل كومبوزي يعني فيها دو. اذن لاحظوا معايا كي غادي تولي عندنا البرونون غولاتيف كومبوزي غتولي عندي في الجمله Il vit dans cette maison à côté de laquelle il y a une église. De laquelle il y a le pronom relatif composé li dirt fi la phrase. Alors, درت de laquelle? Alors, لأن عندي la maison féminin singulier. Donc laquelle حتى هي غتكون féminin singulier. Notez bien. Avec une personne, on utilise de préférence qui au lieu de lequel, laquelle, lesquels, lesquels. لاحظوا معايا
إذا كانت عندي لانتيسيدون اون بيرسون، فمن الأفضل أني نعوضها باغ كي، عوض ما نعوضها بلي زوطخو برونو غولاتيف كومبوزي، لي هما لوكيل، لاكيل، لكيل، ولا لكيل. هناخدو إكزومبل باش نفهمو مزيان. Je m'entends bien avec six collègues. لاحظوا معايا six collègues هو لونتيسيدون، وعندي هنايا une personne. دونك غادي اما نعوضها par lesquels ولا avec qui، ولكن من الافضل ان نعوضها par avec qui. لاحظوا معايا ce sont des collègues avec lesquels avec qui j'entends bien. دونك عندنا الاختيار بيناتهم بجوج، ولكن من الافضل اني نعوضها par avec. avec qui. ودابا غادي نخدمو اكزيرسيس باش نثبتو بيه المعلومات اللي شفنا في هذا الدرس. لانتيغي من هذا الاكزيرسيس هو نحطو شاك برونون غولاتيف كومبوزي في المكان المناسب ليه، ولكن خصنا نردو البال لو جونغ اي لو نومبغ ديال لونتيسيدون. غادي نقرا لا كيستيون. كومبليتي لي فراز سويفونت avec les pronoms relatifs composés suivants. Sur qui, devant laquelle, sur laquelle, avec qui, pour lesquels, près duquel, auprès de qui, par laquelle, auquel, auquel. La première phrase. Les solutions vides, je pense, ne sont pas toujours les meilleures. La phrase 2. Mon frère est une personne vide, je peux toujours compter. La phrase 3. Tu me verras facilement. La serviette de la plage vide, je suis installée et rouge. La phrase 4. La rue, vide, je passe pour aller travailler très fleurie. La suite. La phrase 5. La boulangerie, vide, je t'attends et sur le point de fermer. La phrase 6. Le quartier, vide, tu habites, est très vivant et propose toujours des activités. La phrase 7. Ma mère est celle. Vide, je me renseigne pour tout. La phrase 8. Il y a de nombreux virus. Vide, il existe un vaccin. La phrase 9. Si la personne. Vide, elle a passé les meilleurs moments de sa vie. La phrase 10. C'est un thème. Vide, je ne connais rien. Ou d'abord, on cherche les réponses. Pour la première phrase, les solutions auxquelles je pense ne sont pas toujours les meilleures. L'acte moyen les solutions y a l'antécédent. Auxquelles y a le pronom relatif composé. Les solutions. L'acte moyen bien les solutions هنا عندنا féminin pluriel، داكشي علاش حطيت auquel، لان حتى هي féminin في pluriel فيها es à la fin. D'abord on dit la phrase 2. Mon frère est une personne sur qui je peux toujours compter. لاحظوا معايا عندي mon frère هي l'antécédent، وهنا l'antécédent جاتنا personne يعني شخص، داكشي علاش درت كي. لاحظوا معايا sur qui، لاحظوا معايا بان لا بريبوزيسيون كنختارها على حسب السياق ديال الجمله. لا فراز 3. Tu me verras facilement. La serviette de la plage sur laquelle je suis installée est rouge. لاحظوا معايا بان لا serviette هي لونتيسيدون،
عوضناها بسور لاكيل. دونك لا سيرفييت فيمينان سانغولييه. دونك درنا سور لاكيل فيمينان سانغولييه. تا هي لا فراز 4. La rue par laquelle je passe pour aller travailler est très fleurie. لاحظوا معايا عندي la rue هنايا féminin singulier. Donc حطيت laquelle حتى هي féminin singulier. Par يعني بواسطة يعني الشارع اللي كان اللي انا كندوز منه الخدمة. إذن هنايا par يعني اختاريتها على حسب السياق ديال الجملة. دائما لا بريبوزيسيون كنشوفو سياق ديال الجملة المعنى ديال الجملة عاد كنحطو لا بريبوزيسيون. La boulangerie devant laquelle je t'attends est sur le point de fermer. لاحظوا معايا la boulangerie هنا عندي féminin singulier. Donc laquelle تاهي féminin singulier. La suite, la phrase 6. Le quartier près duquel tu y habites est très vivant et propose toujours des activités. لاحظوا معايا le quartier هو l'antécédent. عندنا masculin singulier. عوضتو بالبرونون relatif composé duquel. علاش؟ لأن عندي تا هو masculin singulier. لاحظوا معايا près هي لا بريبوزيسيون ودائما كنختاروها من حيث السياق ديال الجمله. لا فراز 7 ما مير اي سيل او بري دو كي جو مون رونسين بور تو. لاحظوا معايا ما مير هي لونتيسيدون ولونتيسيدون هنا عندي اون بيرسون. داكشي علاش عوضتها بالبرونون غولاتيف كي بس عندي او بري دو كي. La phrase 8. Il y a de nombreux virus pour lesquels il existe un vaccin. لاحظوا معايا virus هو l'antécédent. هنا عندنا masculin pluriel. داكشي علاش عوضتو بالبرونون relatif composé lesquels. حتى هو masculin pluriel. لاحظوا معايا la phrase 9. Si la personne avec qui il a passé les meilleurs moments de sa vie. لاحظوا معايا l'antécédent هي la personne. Donc هي l'antécédent في حد ذاتها personne يعني شخص. دونك غادي نعوضها بكي. و avec على حسب السياق ديال الجملة وشنو فهمنا منها. La phrase 10. C'est un thème auquel je ne connais rien. لاحظوا معايا عندنا ان تيم هو لونتيسيدون. عندنا ماسكولين سينغولير داكشي علاش قلنا اوكيل حتى هو برونون غولاتيف كومبوزي ماسكولين سينغولير. حتى لهنا تكونوا سالينا الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا منه فهمتوا جميع القواعد اللي فيه. ما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارتاجيو كذلك مع صحابكم باش تعم الفائدة. مرسي دو فوتخو اتونسيون. ان شاء الله نتلاقاو في اين نوفيل فيديو ومع درس جديد. مرسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية فيك حياة. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا درس جديد واللي هو ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت لا فراز نو شونجو با. هذا الدرس مهم بزاف لأن كنطبقوه في لا كومونيكاسيون يعني في التواصل مع الآخرين وكنطبقوه كذلك في الحياة اليومية وكيستعملوه كتاب ومؤلفين في النغاسيون يعني في السرد وفي الحكي. فيه قواعد كثيرة إن شاء الله غنشوفوا بعض القواعد هنايا في هذا الفيديو وبعض الآخر غنشوفوه إن شاء الله في السلسلة الجاية ديال الفيديو اللي غادي نحط لكم وغادي تشوفوهم إن شاء الله.
كتقديم اولي غادي نبداو بتعاريف ديال الديسكور ديريكت وديال الديسكور انديريكت وغنشوفوا امثله ديالهم كذلك باش نفرقوا بيناتهم وغنشوفوا كذلك لي موديفيكاسيون ولي شانجمون منين ندوزو من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. في البدايه ان شاء الله غنشوفوا ديفينيسيون بور ديسكور ديريكت. دونك لو ديسكور ديريكت Les paroles sont rapportées telles qu'elles, sans être modifiées. C'est-à-dire, le discours direct ou le khitab, moubachir, yani qui dit à un chers ou qu'on aoudou hnaya, b'nefs tariqa, yani qu'on aoudou kimma huwa, ma kan betlou fi tachi haja, ma kan ghiro fi tachi haja, yani qu'on goulou bin nukta ou bil fasila, yani ma kan zidou alih, ma kan nuksou alih. Donc, هذا هو discours direct. غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديال لو ديسكور ديريكت يعني المميزات ديالو. دونك اون رومارك لا بريزونس دي غيومي بريسيدي دو دو بوين اي دو فيرب انتروديكتور كوم دوموندي او ريبوندر دير. اون بوت ايغالمون تروفي دي بوين دانتيروغاسيون او ديكسكلاماسيون. بمعنى لو ديسكور ديريكت معروف يعني كيكون مميز كيكون بين قوسين يعني هما هادو اللي بالاحمر وكيكون مسبوق بجوج ديال النقاط يعني نقطتين ديال التفسير وكيكون مسبوق كذلك بواحد الفعل تمهيدي يعني الفيرب انتروديكتور غالبا كيكون دوموندي يعني سأل او طلب ريبوندر يعني رد ودير يعني قال. اذا هادو كيكونوا معروفين في ديسكور ديريكت كيكونوا مسبوقين بالديسكور ديريكت. او تي ديسكور ديريكت كيكونوا فيه علامات التقييم يعني غالبا كيكون فيه لي بوين دانتيروغاسيون يعني و البوين ديكسكلاماسيون يعني ديال الاستفهام او التعجب يعني كيف ما قال الشخص الكلام بالتعجب ديالو قبل الاستفهام ديالو كنعاودوه كما هو. وباش نوضحوا الصوره اكثر ديال ديسكور ديريكت غنشوفوا اكزومبل. دونك لو دكتور ما دي فوز افي دي بروبليم دون لا غورج يعني الطبيب قال لي عندكم مشاكل في الحنجره. لاحظوا معايا عاودت غير الكلام ديال الطبيب يعني الخطاب المباشر ديال الطبيب اللي هو عندكم مشاكل في الحنجره vous avez des problèmes dans la gorge. اذا هذا هو لو ديسكور ديريكت ودائما كيكون بين قوسين وكيكون مسبوق بنقطتين ديال التفسير وكيكون مسبوق كذلك ب فيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور عندي هنا هو لو فيرب دير ولكن هنا عندي فيرب دير او باسي دونك ادي. ودابا غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال ديسكور انديريكت يعني الخطاب غير المباشر. دونك ديسكور انديريكت il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. معنى ان الخطاب غير المباشر كيقول هذا الخطاب كيقول واحد الشخص وكنعاودو حنايا نوصلوه ولكن بطريقه غير مباشره يعني كنديرو فيه تعديلات كندخلو ليه مجموعه من لي موديفيكاسيون وكنوصلوه بطريقه غير مباشره. دونك elle se caractérise par l'absence du guillemet ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. معنى كيكون غياب ديال لي غيومي هادوك بين قوسين كيتحيدوا حتى لي بوين وكيتحيدوا علامات الترقيم يعني علامه التعجب وعلامه الاستفهام يعني كتكون فراز ديكلاراتيف يعني فيها غير المعلومه فقط يعني ما فيها لا تعجب ولا استفهام. اون شونج لي ادجكتيف لي برونون بيرسونيل اي بوسيسيف انسي كو سيرتان مو انتيروغاتيف. دونك لاحظوا معايا كنبدلوا بعض الصفات وكنبدلوا كذلك حتى الضمير الشخصي يعني البيرسونيل جو تي ال كنبدلوهم على حسب الكلام ولي برونون بوسيسيف يعني ضمائر الملكيه وكنبدلو كذلك حتى بعض الكلمات ديال الاستفهام. وباش ناخذ فكره على الشكل ديال ديسكور انديريكت غنشوفوا ليكزامبل 2. دونك لو دكتور ما دي كو جافي دي بروبليم دون لا غورج سيتادير الطبيب قال لي بانه لدي مشاكل في الحنجره. اذا الى لاحظتوا مزيان في هذا الشكل اني ما بقيتش كنعاود الصيغه اللي تكلم بها الطبيب في الاول وانما غير ترجمت الكلام ديالو على نفسي. لاحظوا معايا قال الطبيب بانه اذا هذا بانه هي هذه ك اللي كاينه في الجمله ك هي لا سيبوردوني كي كومبليت لو سونس دو فيرب انتروديكتور دي يعني
هاد كو كتكمل لي المعنى ديال في الفعل قال. قال ماذا؟ قال بأنه لدي مشاكل في الحنجرة. إذا واضح، لاحظوا معايا بدلت حتى لو برونون بيرسونيل. في الأول كانت vous avez، لديكم مشاكل في الحنجرة، لديكم أنتم، دابا ولات لدي أنا. إذا بدلت لو برونون بيرسونيل، كنت vous وليت دابا في جو. علاش؟ لأني كندوي على نفسي. ودابا غندوزو للمرحلة الثانية من الدرس، وهاد المرحلة راه مهمة بزاف وكتبغي التركيز، لهذا ركزوا معايا مزيان باش تفهموها. السؤال المطروح عندي هو كومون باسي دان ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت، بمعنى كيفاش ندوز او نتحول من ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت، ولكن بشرط المعنى يبقى كما هو، يعني ما يتبدلش عندي المعنى ديال الجمله، يعني لا فراز نو شونجو با. اذا قبل ما ندير هذه العمليه خصني نتاكد من واحد المساله ضروريه، يعني خصني ناسيستي عليها، اللي هي لو طون دو فيرب انتروديكتور. يعني اش من زمن كاين عندنا لو فيرب انتروديكتور؟ عندي جوج ديال الحوايج، سوا لو فيرب انتروديكتور او بريزون، سوا لو فيرب انتروديكتور au passé. Renchouffe le premier cas, niveau le verbe introducteur au présent. Donc, lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans les temps des verbes ainsi que dans les indicateurs spatio-temporels lorsque du passage de discours direct au discours indirect. Maintenant, l'équipe dit le verbe introducteur au présent, mais qu'on dit le changement. يعني ما كنبدلو حتى شي حاجه. فاش في لو طون دي فيرب، يعني الازمنه ديال الافعال اللي كيكونوا في ديسكور ديريكت، هذوك الازمنه ما كنبدلوهمش، كيبقى عندي نفس الزمان. يعني كيف ما كان الزمان في دي فيرب ديال الديسكور ديريكت ما كيتبدلوش، وما كيتبدلوش عندنا كذلك لي زانديكاتور سباسيو تومبوريل، يعني ظروف المكان او ظروف الزمان، حتى هما ما كيتبدلوش. اذا هاد جوج حوايج هما اللي ما كيتبدلوش عندنا، الازمنه ديال الافعال وظروف المكان وظروف الزمان، هادو ما كيتبدلوش. غادي نشوف واحد ليكزامبل باش توضح عندنا الفكره مزيان. اذا غادي ندوز من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. لاحظوا معايا مزيان، لو بروفيسور دي اسيزيليف vous aurez un contrôle demain. Le 7 كي يقول الكلام ديالو غيكون عندكم امتحان غدا. لاحظوا معايا الفيرب انتروديكتور مزيان، ولاحظوا معايا لو طون ديالو. دونك لو طون ديال الفيرب انتروديكتور هنا هو لو بريزون، يقول دي. اذا هذا الفيرب انتروديكتور او بريزون. دابا غادي نشوفو بين قوسين واش كاينين افعال، ونشوفوا الازمنه ديالهم. دونك vous aurez، دونك هذا auxiliaire avoir au présent. دونك vous aurez es est à la fin. دونك هذا auxiliaire avoir في البريزون. un contrôle demain. دونك لاحظوا معايا عندي هنايا ان انديكاتور تمبوريل demain. دونك غادي نمشيو نشوفوا ديسكور انديريكت، نشوفوا واش هاد جوج تبدلوا ولا لا. Donc, le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Le ustad qui dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Donc, l'achetou m'aïa, le verbe introducteur, rafne ses élèves dialo, le wa, le présent, mzien. Donc, l'achetou m'aïa, zit hadik ke, bi'annahu, bach tkemmel liya le sens, on chauffe d'abord, ils auront. دونك هنايا شنو تبدل؟ تبدل غير الضمير، لان قبيله كان كيهضر مع التلاميذ مباشره كيقول لهم نتوما، دابا انا اللي كنوصل الهضره كنقول بانهم. اذا شوفوا عندي اورون افيك او ان تي على الفان، دونك هذا لوكسيليير افوار حتى هو في البريزون، يعني لو طون ديال لي فيرب ما تبدلش، وانما تبدل عندي غير الضمير. اذا تبدل غير الضمير هو اللي تبدل، وتبدل معاه هذا، تبدل معاه لي تيرمينيزون ديال البريزون فقط. اذا بقى عندي
نفس لو طون عندي لو بريزون ان كونترول دومان لاحظوا معايا لانديكاتور طومبوريل دومان بقات كيما هي دومان دومان مزيان دابا متفقين انه ما تبدل عندنا حتى شي حاجه كان عندنا لو طون في البريزون في ديسكور ديريكت بقى عنده نفسه البريزون في ديسكور انديريكت كان عندنا دومان بقات عندنا دومان ما تبدل حتى شي حاجه ودابا غنشوفوا لو كان ديال لو فيرب انتروداكتور او باسي يعني لو فيرب انتروداكتور في الماضي دونك lorsque le verbe introducteur est au passé on applique des changements dans le temps des verbes de la complétive et dans les indicateurs spatio-temporels بمعنى ملي كيكون عندنا لو فيرب انتروداكتور في الباسي كنديروا دي شانجمون كنطبقوا تغييرات على الازمنه ديال الافعال اللي كيكونوا بين قوسين يعني في ديسكور ديريكت وكنبدلوا كذلك ظروف المكان وظروف الزمان وباش نثبتوا المفاهيم ونفهموا هادشي اللي شفنا مزيان غنشوفوا اكزامبل غنبداو بالاكزامبل ديال ديسكور ديريكت ومن بعد غادي نتحولوا لاكزامبل ديال ديسكور انديريكت غنبداو بالديسكور ديريكت le professeur a dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain الاستاذ قال تلامد غيكون عندكم امتحان غدا لاحظوا معايا مزيان le verbe introducteur عندي هنايا se forme a dit يعني في الباسي composé a auxiliaire avoir au présent plus le participe passé dit donc a dit هو le verbe dire في الباسي composé يعني كلنا متفقين باللي ادي في الباسي مزيان دابا غندوزو فوزوري دونك فوزوري اللي هي اوري افيك او زيد على فان هو لوكسيليير افوار كونجيغي افيك لو برونوم بيرسونيل فو في البريزون دوما هي الانديكاتور تومبوريل يعني ظرف الزمان دوما يعني غدا اذا غنشوفو الديسكور دي انديريكت ونشوفو اشنو وقع لو بروفيسور ا دي ا سي زيليف كيل اوري ان كونترول لو لوندومان الاستاذ قال تلام ديالو بانه غيكون عندهم امتحان غدا لاحظوا معايا بلا لو فورم ا دي بقات كما هي في الباسي كومبوزي مزيان زادت واحد كو تمايا كو يعني كيل زادت تما يعني كتعني بانه يعني كتكمل لنا المعنى ديال ادي شنو تبدل لينا مازال تبدل الفيرب تبدل لينا الفيرب افوار وتبدلت لينا معاه حتى il دونك كانت عندنا فوزوري ولات عندنا il اوري دونك فو بدلناها ب il افيك s على فان يعني برونو بيرسونيل بلوريال il اوري ولات عندنا الفيرب افوار كونجيغي على امبارفي افيك a e o n t à la fin يعني ما بقاش عندنا في البريزون ولا في لامبارفي وتبدل عندنا لانديكاتور بي طومبوريل دومان ولا لو لون دومان اذا هنا ولات عندنا ثلاثه ديال الحوايج هما اللي متبدلين تبدل عندنا لو برونوم بيرسونيل فو ولا il افيك s وتبدل عندنا لوكسيليير افوار كان في البريزون ولا في لامبارفي وتبدل عندنا لانديكاتور طومبوريل دومان ولا لو لون دومان اذا هادو هما لي شونجمون تخوا شونجمون اللي تبدلوا لينا علاش حيت لو فيرب انتروداكتور كاين في الباسي اذا هو اللي عطانا الحق باش نديرو هاد لي شونجمون غنبداو بلي موديفيكاسيون دو طون اول حاجه هاد لي موديفيكاسيون ديال لي طون كيكونوا ثابتين اذا خصهم يتحفظوا باش نعقلوا عليهم اذا لاحظوا معايا الطابلو فيه جوج ديال الخانات الخانه اللي على اليسار فيها ديسكور ديريكت والخانه اللي على اليمين فيها ديسكور انديريكت الكتابات اللي بالاصفر هادو لي طون فيربو يعني الازمنه ديال الافعال اذا غنشوفوا الازمنه ديال الافعال في ديسكور ديريكت وغنشوفوا كيفاش تبدلوا ملي مشينا لديسكور انديريكت اذا غنشوفوا زمان بزمان ونشرحوا مزيان دونك لو بريزون دو لانديكاتيف يعني ملي كيكونوا عندنا الافعال اللي بين قوسين كنتبي لا الافعال اللي كيكونوا دائما بين قوسين اللي كيكونوا في ديسكور ديريكت لان
الفيرب انتروديكتور راه هذا لا غبار عليه، دائما خصو يكون في الباسي باش يعطينا الحق في هذا الشونجمون. دونك لاحظوا معايا، الا كان عندنا البريزون دو لانديكاتيف فراه غادي يكون عندنا لامبارفي في الديسكور ديريكت. دونك شوفوا ليكزامبل، سارة ادي جو روغارد لا تيلي. دونك جو روغارد، دونك روغارد هو لو فيرب روغاردي كونجيغي او بريزون دو لانديكاتيف، دونك في الديسكور ديريكت. هذا الا مشينا للديسكور انديريكت غادي نلقاوه في لامبارفي. دونك لاحظوا ليكزامبل، سارة ادي كيل روغاردي لا تيلي. لاحظوا معايا انه تبدل عندي، ولا عندي روغاردي افيك ا اي تي على فون. دونك هذه لي تيرمينيزون دو لامبارفي. لاحظوا معايا حتى البرونوم بيرسونيل راه كيتبدل. اذا لاحظوا معايا، في الاول كانت عندي جو لان ساره هي بنفسها كدوي، جو روغارد لا تيلي انا كنشاهد التلفاز، ولكن في ديسكور انديريكت يعني انا ولا شي واحد اللي وصل الهضره غيدوي عليها هي. دونك ساره ادي كيل روغاردي لا تيلي، بانها هي التي تشاهد التلفاز. اذا واضحه، يعني الا كنا في البريزون دو لانديكاتيف فراه غيكون عندنا لامبارفي ديسكور انديريكت. مزيان، دابا غنشوفو لو طون الثاني اللي هو لو باسي كومبوزي و الباسي سامبل. الا كان عندنا في ديسكور ديريكت لو باسي سامبل او الباسي كومبوزي فراه غادي نتحولو لديسكور انديريكت، سيولي عندنا البليس كو بارفي. اذا لاحظوا معايا ليكزامبل، لونفو ادي جي فيني مي دوفوار، هذا في الديسكور ديريكت. جي فيني، دونك جي فيني هي في الباسي كومبوزي. دونك شوفوا في ديسكور انديريكت، لونفو ادي كي لافي فيني سي دوفوار، دونك بلاص عندي افي فيني، دونك افي فيني راه بليس كو بارفي. لاحظوا كذلك لو برونوم بيرسونيل راه حتى هو كيتبدل، كان عندي جو ولا ايل. دونك غادي ندوزو لامبيغاتيف. الا كان عندنا ديسكور ديريكت فيه لامبيغاتيف، فاذا تحولنا لديسكور انديريكت غيولي عندنا دو بليس لانفينيتيف. البريبوزيسيون دو كنزيدوها وكنديرو لانفينيتيف ديال لو فيرب، يعني كنمشيو نشوفو لو فيرب وكنرجعوه لانفينيتيف وكنخليوه، كنديرو دو بليس لانفينيتيف. لاحظوا معايا ليكزامبل، جو لوي دي فايي، هذا امبيراتيف امر. اذا كان عندنا الامر، اذا في ديسكور انديريكت كنديرو جو لوي دي ديالي، قلت ليه باش يمشي ديالي. دونك ولات عندي دو بليس الي، الي راه هو كان عندنا في الاول فا على شكل فا لانه في الامبيراتيف، دابا في الانفينيتيف غيولي الي. مزيان، دابا غنشوفو الفوتور. ال ديزي جو فيزيتوري لا فرانس، دونك فيزيتوري راه هو الفيرب فيزيتي او فوتور في ديسكور ديريكت. الى مشينا لديسكور انديريكت غيولي عندنا في الكونديسيونيل بريزون. لاحظوا معايا اش غيولي، ال ديزي كيل فيزيتوري لا فرانس، دونك فيزيتوري افيك ار اي تي، دونك هذا كونديسيونيل بريزون. دابا الى مشينا للفيتور انتيريور، الى كانوا عندنا الافعال مصرفه في الفيتور انتيريور في ديسكور ديريكت، الى بغينا نتحولوا لديسكور انتيريكت خصنا ضروري نحولوها للكونديسيونيل باسي. لاحظوا معايا ليكزامبل، Nous aurons bientôt terminé la leçon, nous a dit le professeur. Donc, le verbe introducteur, je fais l'arrière du discours. Je vous lis conditionnel passé, discours indirect. Le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé la leçon. L'ahdoumaya, aurons terminé. Hada, le verbe terminer. Conjuguer le futur intérieur. Au conditionnel passé, discours indirect, ou là, aurions terminé. Et là, au conditionnel passé, c'est le changement principal que nous avons vu. Il y a un peu de temps, mais c'est le principal. D'abord, nous avons les modifications des indicateurs de temps. إذا غنشوفو التغييرات اللي كيوقعو لينا في ظروف الزمن.
دان كيف العادة عندي طابلو في جوج ديال الخانات ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. لاحظوا معايا الا كانت عندي aujourd'hui في ديسكور ديريكت فراه غتولي ce jour là في ديسكور انديريكت. دابا غنشوفو ليكزامبل الا دي on a beaucoup des exercices aujourd'hui. Discours indirect, il a dit qu'on avait beaucoup d'exercices ce jour-là. Donc, il a quand même dit aujourd'hui, faire atelier ce jour-là. D'abord, on se voit demain. Il a quand même dit demain, discours direct, faire atelier le lendemain, discours indirect. Je fais l'exemple. Sarah a dit, je reviendrai demain. Donc, discours indirect, Sarah a dit qu'elle reviendrait le lendemain. D'abord, on se voit hier. Il a quand même hier, discours direct, faire atelier la veille, discours indirect. Donc, je fais l'exemple. Elle m'a dit, je l'ai acheté hier. Discours indirect. Elle m'a dit qu'elle les avait achetés la veille. Donc, il a quand même hier, atelier la veille, discours indirect. واخيرا غنشوفو ليكزامبل الاخير هو الا كانت عندي بروشان في ديسكور ديريكت غتولي سويفون في ديسكور انديريكت كنعسى دي بون الكلمه اللي عندنا يعني سوا الجور سوا اني سوا لاندي سوا موا سوا فوندرودي سامودي على حسب شنو عندنا دونك كنقولو بروشان يعني القادم بروشان في ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت كتولي سويفون. لاحظوا معايا ليكزامبل Mon frère m'a dit, j'aurai mon bac l'année prochaine. Pardon, Maya. Discours indirect. Mon frère m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. Donc, quinte prochaine ou l'année suivante. Pardon, Maya. Une question autre. Là, il y a un adjectif possessif. Il y a un mon ou la son. يعني هذا يعني ضمير الملكية. كان عندي مو يعني شي حاجه ديالي ولا سون يعني شي حاجه ديالو هو دونك الباك ديالي ولا الباك ديالو دونك هنايا تبدل عندنا حتى البرونوم بوسيسيف لان لي شونجمون كثار وكنا ذكرناهم كلهم في يعني اللي كيتبدلوا ذكرناه كامل في التعاريف هنايا عطينا غير كيلكو موديفيكاسيون. D'abord, on se voit les modifications des adjectifs démonstratifs. Donc, comme l'habitude, on dit tableau fait juge de l'chanet, les quatre biens, discours direct ou discours indirect. D'aimer, d'accord, on dit adjectif démonstratif plus groupe nominal, discours direct, réouli, discours indirect, adjectif démonstratif plus groupe nominal plus la. لاحظوا معايا ليكزامبل elle demanda combien coûtait cette robe. اذا سيت راه هي لادجيكتيف ديمونستراتيف دونك سيت سو اذا هادو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف بليس الجروب نومينال اللي هو روب. شوفوا شنو غادي يولي في ديسكور انديريكت. elle demanda combien coûtait cette robe là. اذا سنا هذيك لا في الاخر. Donc, l'exemple tani, il a dit, j'ai beaucoup de travail ce matin. J'ai beaucoup de travail ce matin. Yani, had l'sbah. Et dans le livre discours indirect, il a dit qu'il avait beaucoup de travail ce matin-là. Had l'sbah, had. Ce matin-là. Et dans le livre-là. Exemple après, elle m'a dit, Je vais lire 6 livres. هاد الكتب سي. Donc c'est l'adjectif démonstratif, groupe nominal ou livre. Donc discours indirect, c'est lui. Il m'a dit qu'il allait lire 6 livres là. هاد الكتب هادو. Donc هذا هو الشانجمون اللي كيكون عندنا في les adjectifs démonstratifs. Donc les adjectifs démonstratifs plus groupe nominal discours direct. Et vous lisez les adjectifs démonstratifs plus groupe nominal plus la. Donc, attention, les adverbes et les adjectifs interrogatifs
reste invariable. Pourquoi, combien, comment, avec qui, ce sont des adjectifs ديال l'interrogatif, يعني صفات ديال الاستفهام. Pourquoi, يعني لماذا, combien, كم, comment, كيفاش, avec qui, مع من. إذن هادو يعني كنستعملوهم باش نطرحو السؤال. هادو ما كيتبدلوش عندنا ملي كنتحولو من ديسكور ديريكت لديسكور ان. كتبتو المفاهيم, غنشوفو اكزيرسيس. لانتيغي من هاد الاكزيرسيس هو نتحولو من ديسكور ديريكت لديسكور ان ديريكت, ولاني خصنا نردو البال لي شونجمون ديال لي طون فيربون و لي زانديكاتور سباسيو تومبوريل. دونك غنقرا لا كيستيون. Transformer ces phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Donc, la phrase 1, il a dit, j'ai fait un long chemin. La phrase B, maman a dit, nous achèterons des légumes pour le souper. La phrase C, je lui avais dit, ne sois pas coléreux. La phrase D, elle a dit à sa fille, il faut être patiente. La suite des phrases, donc, la phrase 1, il m'a dit, je te souhaite un joyeux anniversaire. La phrase F, le directeur a dit, cette chaise est confortable. La phrase G, il a dit, cet ordinateur m'a mis en colère. La phrase B, le professeur a dit, les élèves travaillent mieux ce matin. Nous d'abord enchauffons la réponse. Donc, la phrase 1, il a dit, j'ai fait un long chemin. Donc, l'ahdou m'aïa, awal haja gadi nchouf, wa le temps ديال le verbe introducteur. Donc, le verbe introducteur عندي في la phrase, wa le verbe dire. Donc, عندي sous forme a dit. Donc, a dit, في le passé composé. Donc, عندي الحق ندير les changements. Ranchouf la réponse. Il a dit qu'il avait fait un long chemin. L'ahdou m'aïa في la phrase loula. La phrase 1, le discours direct, elle dit « j'ai fait ». Donc, le verbe « faire », elle est conjugué avec le pronom personnel « je », fait le passé composé. Donc, il a écrit sur le tableau, il dit « qu'elle a les verbes conjugués, le passé composé », alors, il dit qu'on a un discours direct, l'imparfait. Donc, il a la réponse d'abord. Il a fait qu'elle l'avait fait. Donc, « avait fait », on voit le verbe « faire », conjugué ou plus que parfait. Donc, rechauffons la phrase B. Maman a dit, nous achèterons des légumes pour le souper. La demande, nous achèterons. Donc, on dit achèterons, ou le verbe acheter, conjugué avec le pronom personnel ne. Donc, on dit le futur. Donc, R-O-N-S. Donc, on dit les terminaisons dit le futur. Donc, le futur, on a le tableau. غيكون عندنا في ديسكور انديريكت غيكون عندنا الكونديسيونيل بريزون. غادي نشوفو لا ريبونس. دونك مامو ادي كو نو اشيتيريون. دونك عندنا اشيتيريون افيك ار اي او ان اس هما لي تيرمينيزون ديال كونديسيونيل بريزون دي ليغوم بور لو سوبر. غندوزو لا فراز سي. جو لوي افي دي نو سوا با كوليرو. لاحظوا معايا سوا هو لوكسيليير, être conjugué à l'impératif. Gna في الطابلو الا كان عندنا l'impératif discours direct فرا غادي يكون de plus l'infinitif de verbe في discours indirect. لاحظوا معايا la réponse. Je lui avais dit de ne pas être coléreux. Donc لاحظوا معايا de plus être. اذا طبقنا القاعده هنايا. La phrase D, elle a dit à sa fille, il faut être patiente. L'ahdou m'aïa, faut, donc il faut, donc faut voir le verbe falloir conjugué avec elle, le pronom personnel elle, au présent. Gagné la canne dans le présent, alors a dit l'imparfait. L'ahdou m'aïa la réponse, elle a dit à sa fille qu'il fallait être patiente. Donc, fallait avec a et t, ou le verbe falloir conjugué à l'imparfait. La phrase E, il m'a dit, je te souhaite un joyeux anniversaire.
لاحظت معايا je te souhaite donc souhaite هو le verbe souhaiter conjugué au présent donc غادي نحولوه l'imparfait donc يولي souhaiter avec a été à la fin لاحظت معايا كانت عندي je te donc ولات عندنا qu'il me يعني هو كيهضر معايا اذا هنايا بدلنا البرونو بيرسونيل je ولات il وبدلنا te ولات me Donc la phrase F, le directeur a dit cette chaise est confortable. La réponse, le directeur a dit que cette chaise-là était confortable. Donc il y a dit deux changements. Il dit cette chaise, donc il dit un adjectif démonstratif cette. Donc il voulait cette chaise-là. Donc il dit est ou l'auxiliaire être conjugué au présent révolu conjugué. À l'imparfait révélé été. Rendez-vous la phrase G. Il a dit cet ordinateur m'a mis en colère. La dernière, changement, on dit la même chose, on dit un adjectif administratif. Donc il a dit que cet ordinateur-là l'avait mis en colère. Donc ma, il y en a quelqu'un qui a la raison ma, ou l'être là. L'avait. لاحظوا معايا كانت عندي هنايا l'auxiliaire avoir au présent. دابا رديناها l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. ولات avait. Donc la phrase 1. Le professeur a dit les élèves travaillent mieux ce matin. ولات le professeur a dit que les élèves travaillaient mieux ce matin-là. Donc là, on a deux changements. On dit le verbe travailler au présent ou là le verbe travailler fait l'imparfait. Donc là, on dit travailler avec A et O et T à la fin. Quand on dit ce matin-là, quand on dit ce matin ou là ce matin-là. Donc on dit indicateur temporel matin ou on dit qu'tam ce, donc on dit adjectif démonstratif ou là ce matin-là. هنا نكونوا سالينا لا فيديو وتخطينا الشق الأصعب من الدرس نتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل من القواعد اللي شفنا في هذا لا فيديو ونتمنى تعاودوا لا فيديو مرة وجوج باش تفهموا مزيان لي موديفيكاسيون اللي شفنا وتسجلوهم وتحفظوهم باش تسهلوا الباساج من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت وما يبقاش عندكم فيه المشكل وتابعوا السلسلة ديال لي فيديو اللي غادي نحط لكم لان فيها التكمله ديال هذا الدرس وغنشوفوا لي تيب دو فراز وكيفاش نتعاملوا معاهم لوسكو دو باساج من لو ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت ميرسي دو فوتر اتونسيون نتمنى لكم النجاح والتوفيق السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية بك حياه في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيونس 2 من ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس بعنوان لا فراز انتيروغاتيف او ديسكور انديريكت معنى الجمله الاستفهاميه في الخطاب غير المباشر ان شاء الله غادي نشوفوا لا فراز انتيروغاتيف وغنشوفوا لي تيب ديال الانتيروغاسيون وان شاء الله غنشوفوا لي ريغل اللي كنطبقوا عليهم فاش كتكون لا فراز انتيروغاتيف ديسكور انديريكت دونك لا فراز انتيروغاتيف سو بلي ا تو لي ريغل دو ديسكور انديريكت معنى ان الجمله الاستفهاميه تخضع لجميع القواعد ديال ديسكور انديريكت داكشي علاش غنديروا ان بتي رابيل بور لي ريغل دو ديسكور انديريكت كملاحظه فقط هاد لي ريغل راه شفناهم في لا بروميير سيونس يعني لا فيديو اللي قبل من هادي شفنا فيها كاع لي ريغل بالتفاصيل اما دابا غنديرهم غير اون بريف غير من اجل التذكير فقط دونك لا بونكتياسيون ديسباري بمعنى ان علامه الترقيم تحذف سواء لي غيومي يعني بين قوسين سواء بوان دانتيروغاسيون يعني علامه الاستفهام رغم ان عند الجمله الاستفهاميه ولكن في ديسكور انديريكت كنحيد علامه الاستفهام وكنكتفي فقط بنقطه il y a une transformation des adverbes ou expression de lieu et de temps. Ni quand tu parles un discours direct, un discours indirect, quand tu parles de ظروف المكان ou ظروف الزمان. Il y a une transformation des pronoms personnels et des terminants possessifs. معنى
انك تكون عندنا كذلك واحد شوجمون في البرونوم بيرسونيل، يعني الضمائر الشخصيه بحال كنقول جو تو ال نو ال، هادو كلهم كنبدلهم على حسب الكلام، كنبدل لي تيرمينو بوسيسيف يعني ضمائر الملكيه. Elle faut faire la concordance des temps si le verbe introducteur est au passé. كذلك كندير واحد التوافق ديال الازمنه ملي كنتحول من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت، ولكن بشريطه خاص يكون عندي الفيرب انتروديكتور في الباسي يعني في الماضي. دونك سي لا فراز ترانسفورمي او ديسكور انديريكت اي انتروغاتيف اون ديستينغي اونتر دو كا انتروغاسيون توتال انتروغاسيون بارسييل. بمعنى إذا كانت الجملة اللي غادي نديرو ليها ترانسفير من ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت، خصني نميز بين جوج ديال الحالات، سواء لانتيروغاسيون توتال يعني استفهام تام او استفهام كامل، ولا انتيروغاسيون بارسييل اللي هي استفهام جزئي. اذا هنايا غادي نتعرفوا على لانتيروغاسيون توتال شنو المعنى ديالها، وغنشوفوا ليكزامبل ديالها في ديسكور انديريكت، وكذلك غنشوفوا لانتيروغاسيون بارسييل شنو كتعني، وغادي نشوفوا المفهوم ديالها ونشوفوا مثال ديالها في ديسكور انديريكت. دونك غنبداو بالبروميير كا اللي هي لانتيروغاسيون توتال. دونك بور لانتيروغاسيون توتال لا سيبوردوني انتيروغاتيف انديريكت اي انتروديت بار لادفيرب انتيروغاتيف سي. معنى اذا كان عندي انتيروغاسيون توتال فراه الاداه اللي كنستعمل باش نطرح السؤال يعني اداه الاستفهام كنحولها لواحد الاداه اخرى في ديسكور انديريكت وهي لادفيرب انتيروغاتيف سي. معنى كنحط سي في ديسكور انديريكت اللي كتعوض ليا هذيك الاداه ديال الاستفهام في ديسكور ديريكت. ودابا غادي نشوفوا المفهوم ديال لانتيروغاسيون توتال، يعني شنو كيعني لانتيروغاسيون توتال. دونك لانتيروغاسيون اي دي توتال كون بوي ريبوندر بار وي او بار نو. بمعنى كنقول عندي استفهام تام او استفهام كامل، الا قدرت نجاوب على هذا الاستفهام باه ولا بلا. غناخذ اكزومبل باش نفهمو مزيان. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Tu as fait tes devoirs? Tu as fait tes devoirs? إذا لاحظوا معايا عندي هنايا ثلاثة ديال الأسئلة، ولكن عندي ثلاثة ديال الطرق مختلفة باش كنطرح السؤال. إذا غنشوفوا السؤال اش كيعني، واش صايبتي الواجبات ديالك؟ إذا هذا السؤال نقدر نجاوب عليه بأه ولا بلا. إذا هذا هو الانتيروغاسيون توتال. لاحظوا معايا هاد الكلمات اللي في الكادر. دونك عندي الكلمة الأولى هي إسكو، دونك هذه هي الأداة ديال الاستفهام. لاحظوا معايا هاد الأداة كنستعملها إلا بغيت نطرح السؤال. والطريقة الثانية أني كندير واحد القلب ديال لوكسيليير ولا لو فيرب مع الضمير الشخصي اللي هو البرونوم بيرسونيل، كنقلب بيناتهم كيولي عندي هنايا طريقة ثانية ديال الاستفهام، أولا كنخلي الجملة كما هي الشكل الطبيعي، ولكن غير من خلال لو فوا ديالي كنبين بانه استفهام من خلال الصوت فقط. اذا هادو ثلاثه الطرق باش كنطرح السؤال. ودابا غنشوفو اكزامبل بور لانتيروغاسيون توتال في ديسكور انديريكت. لاحظوا معايا عندي الفوق عندي سؤال واحد ولكن مطروح بثلاثه ديال الطرق مختلفه كيف شرحنا قبيله. لاحظوا معايا الديسكور دابا ما مير مو دوموند اسكو تي اف فيت دوفوار. As-tu fait tes devoirs? Tu as fait tes devoirs? لاحظوا معايا عندي سؤال واحد ولكن طرق مختلفة. لاحظوا معايا بأن هذا السؤال غادي نحطه في ديسكور انديريكت ولكن بطريقة واحدة فقط، اللي هي غادي ندخل adverb interrogative سي وكيعوضني على هاد ثلاثة ديال الطرق. لاحظوا معايا كي غادي نقول ديسكور انديريكت ما مير مو دوموند سي جي في مي دوفوار، يعني امي سالتني ان كنت قد انجزت واجباتي. لاحظوا معايا سي كتعني هي ان، اذا هذه اللي كنقولوا بالدارجه الوالده سولتني اذا كنت صايبت تماريني، اذا سي هي هذيك ان، وكتعوضني على هاد ثلاثه ديال الطرق ثلاثه بها. علاش؟ لان لانتيروغاسيون توتال يعني نقدر نجاوب اه ولا بلا. لاحظوا معايا كذلك في هذا الاكزامبل عندي لو فيرب انتروديكتور دوموندي
هي دوموند هنايا عندي في البريزون. دونك قلنا في لا فيديو اللي سبقات اذا كان عندنا لو فيرب في البريزون ف غادي كنخليو لي طون فيربو كيما هما الا تحولنا من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. لاحظوا معايا في ديسكور ديريكت عندي tu as fait, دونك عندي a fait هو لو فيرب فير في الباسي كومبوزي. اذا هنايا في ديسكور انديريكت خليتو كما هو دونك خليتو في جي في دونك فعندي الميم طون اللي هو الباسي كومبوزي. لاحظوا معايا حتى كذلك تبدل عندي هنايا البرونوم بيرسونيل اللي هو tu كان عندي في الاول في ديسكور ديريكت tu لان الوالده كانت كتهضر معايا مباشره كتقول لي انت وصيبتي الواجبات ديالك. ولكن في ديسكور انديريكت وليت كنهضر على نفسي انا غنقول جي في مي دوفوار. اذا سولتني ان كنت انا قد انجزت واجباتي. اذا وكذلك تبدلوا عندي لي برونوم بوسيسيف تي دونك واجباتك انت. في الاول كانت عندي في ديسكور ديريكت واجباتك انت ولكن في ديسكور انديريكت حيت كنهضر على نفسي غنقول واجباتي مي دوفوار. اذا كانت عندي تي ولات عندي مي دونك ديما كنديروا دي شونجمون كنردوا ليهم البال. ودابا غندوزو لا دوزيام كان هي لانتيروغاسيون بارسيال. دونك بور لانتيروغاسيون بارسيال لا سيبوردوني انتيروغاتيف انديريكت اي انتروديت بار لو ميم مو انتيروغاتيف كي اسورفي ا بوزي لا كيسيون. لاحظوا معايا الا كان عندي لانتيروغاسيون بارسيال يعني استفهام جزئي الاداه باش طرحت السؤال هي نفسها اللي كنخلي يعني الا كنت غادي ننتقل ديسكور انديريكت. دونك الاداه اللي كتكون عندي في ديسكور ديريكت هي نفسها اللي كنحتفظ بها حتى هي ديسكور انديريكت. دونك اول حاجه غادي نشوفوا شنو كيعني لانتيروغاسيون بارسيال ومن بعد غنشوفوا اكزامبل في ديال لانتيروغاسيون بارسيال في ديسكور انديريكت. دونك شنو هو لانتيروغاسيون بارسيال؟ دونك لانتيروغاسيون اي ديت بارسيال كون نو بو ريبوندر ني بار وي ني بار نو يعني مني ما نقدرش نجاوب لا باه لا بلا. باغ اكزامبل pourquoi pleures-tu علاش كتبكي؟ اذا هنايا ما نقدرش نجاوب لا باه لا بلا اذا خصني نعطي السبب ديال البكاء. à quoi penses-tu فاش كتفكر؟ اذا انت هنايا ما نقدرش نجاوب لا باه لا بلا. ودابا غنشوف اكزامبل بور لانتيروغاسيون بارسيال في ديسكور انديريكت. لاحظوا معايا الفوق عندي ديسكور ديريكت le père demande à sa petite fille pourquoi pleures-tu. اذا الاب سول بنتو علاش كتبكي؟ اذا هذا علاش او لا بوركوا هي لا سيبوردوني انتيروغاتيف انديريكت ديال لانتيروغاسيون بارسيال. لاحظوا باني احتفظت بها كذلك في ديسكور انديريكت. علاش؟ لان عندي انتيروغاسيون بارسيال يعني هذا السؤال ما نقدرش نجاوب عليه باه ولا بلا. لاحظوا معايا باني عندي الفيرب انتروديكتور كذلك في البريزون دونك ما عنديش الحق اني نبدل لي طون فيربو في الديسكور. لاحظوا معايا الفيرب بلوري عندي هنايا بلور افيك او اس ا لا فان. علاش؟ لان عندي في لو بريزون دونك غادي يبقى عندي لو ميم طون اللي هو البريزون في ديسكور انديريكت ولات عندي ال بلور افيك او ا لا فان لانها كونجيغي افيك لو برونوم بيرسونيل ال. غنشوفو لا دوزيام اكزامبل دونك لو ديسكور ديريكت الفوق. Le père demande à sa petite fille à quoi penses-tu. Donc l'ab سول بنتو فاش كتفكري؟ اذا هذا السؤال ما تقدرش تجاوب عليه لا باه لا بلا. دونك هنايا عندي انتيروغاسيون بارسيال يعني غنحتفظ بلا سيبوردوني انتيروغاتيف انديريكت في ديسكور انديريكت. لاحظوا معايا لو ديسكور انديريكت كي غيولي le père a demandé à sa petite fille à quoi elle pense. لاحظوا معايا باني احتفظت بلا سيبوردوني حتى هي اكوا في ديسكور انديريكت كيما هي. ودابا غنشوفو دي زيكزامبل ديال لانتيروغاسيون توتال اي لانتيروغاسيون بارسيال. غنشوفو كذلك دي شونجمون ديال لي طون فيربو الا كان عندنا لو فيرب انتروديكتور او باسي وباغيين نتحولو من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. دونك لاحظوا معايا لي زيكزامبل بتخوا عندي لو فيرب انتروديكتور دوموندي او باسي. Donc, on dit se forme à demander l'auxiliaire avoir plus le participe passé demander. On dit le passé composé. On chauffe l'exemple l'oul. Il m'a demandé est-ce que tu y travailles bien. On dit non.
est-ce que donc عندي هنايا أداة ديال الانتيروغاسيون توتال. دونك هاد السؤال نقدر نجاوب اه ولا بلا. دونك قال لي واش كتخدم مزيان. نلاحظوا معايا في ديسكور ديريكت عندي travail avec ES conjugué avec le pronom personnel tu في البريزون. دونك الى تحول ديسكور انديريكت دونك غادي يولي عندي je travaillais avec AES à la fin conjugué في l'imparfait مع البرونوم بيرسونيل je. دونك تحولت من البريزون لامبارفي. لاحظوا معايا كذلك اسكو هاد الاداه تحولت لسي. علاش؟ لان عندي انتروغاسيون توتال. ودابا غندوز ليكزومبل الثاني اللي هو il m'a demandé as-tu revisité le son. لاحظ معايا بان الفيرب انتروديكتور توجور او باسي دونك a demandé وعندي الفيرب ريفيزي conjugué في الباسي كومبوزي avec le pronom personnel tu دونك عندي سو فورم a اللي هي l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé révisé. دونك هنايا عندي باسي كومبوزي في ديسكور ديريكت. الا تحولنا لديسكور انديريكت غيولي عندي في بليسكور بارفي سو فورم افي ريفيزي. لاحظوا معايا بلي لا كيستيون عندي انتيروغاسيون انتيروغاسيون توتال. دونك غادي نديرو في ديسكور انديريكت لادفيرب انتيروغاتيف سي. دونك غتولي عندي لا فراز il m'a demandé si j'avais révisé mes leçons. ودابا غنشوفو ليكزومبل 3 il m'a demandé quand arrivera-t-il. Donc toujours لاحظوا معايا عندي le verbe introducteur au passé. لاحظوا كذلك عندي le verbe arriver conjugué au pronom personnel elle في الفيتور simple. Donc عندي arrivera في الديسكور direct. الى بغينا نتحول للديسكور indirect دونك غادي يولي عندي arriverai avec RAET à la fin, donc conditionnel présent. Donc toujours, il y a qu'un indé futur simple du discours direct, ou bien tout le discours indirect, خصني ضروري changer le conditionnel présent. لاحظوا معايا كذلك عندي la subordonnée interrogative indirect quand. Donc عندي هنايا l'interrogation partielle. Donc غادي نحتفظ بهاد la subordonnée في discours indirect. Donc, je vais lire la phrase. Il m'a demandé quand elle arriverait. Ou bien, je ne sais pas si le mot c'est ça, mais je vais faire un exercice qui fait l'intérêt de l'exercice, on joue la phrase interrogative d'un discours direct, d'un discours indirect. Voilà, qu'il reste une route de l'belle, le juge de l'hoi, je m'en vais. Voilà le ton du verbe introducteur, yani soit le passé, soit le présent. Retour qu'à d'aller l'belle. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc, on va la question. Transformer les phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Donc, pour la première phrase, maman me demanda, as-tu assez d'argent? La phrase 2, son ami demanda Mona, à qui écris-tu? La phrase 3, le guide m'a demandé, avez-vous été contente de votre voyage? La phrase 4. Leurs parents ont demandé où partez-vous la semaine prochaine? La phrase 5. Le directeur demanda quand finiront-ils ce projet? La phrase 6. Je demande mon fils est-ce qu'Ahmed est arrivé? Ou d'abord, on nous donne la réponse. Pour la première phrase, maman me demanda as-tu assez d'argent? لاحظوا معايا اول حاجه خصني نرد ليها البال هو لو طون دو فيرب انتروديكتور. دونك لو فيرب انتروديكتور في هاد لا فراز هو لو فيرب دوموندي كونجيغي او باسي سامبل. دونك عندي دوموندا. دابا غندوزو لا كيسيون اتي اسي دارجون واش عندك فلوس كافيه. اذا هاد لا كيسيون نقدر نجاوب عليها باه ولا بلا. دونك عندي انتروغاسيون توتال. إذن في ديسكور انديريكت غادي نعوض هاد الانتيروغاسيون توتال بالادفيرب انتيروغاتيف سي. لاحظوا معايا حتى في هاد لا كيسيون كاين عندي لوكسيليير افوار كونجيغي افيك لو برونوم بيرسونيل تو في البريزون. دونك في ديسكور انديريكت غيولي
conjuguer à l'imparfait. Discours indirect. Maman me demanda si j'avais assez d'argent. Ou d'abord, en dessous de la phrase 2, son ami demande à Mona, à qui écris-tu? Le verbe introducteur qui est le présent. Rendi demande avec E à la fin. Donc, je reconnais que j'ai des changements. La question, à qui écris-tu? Le même qu'est-ce que tu fais? La question, je ne peux pas répondre à la question. Donc, on dit interrogation partielle. Donc, la subordonnée interrogative indirecte liée à qui, on va faire qui m'aille le discours indirect. Le verbe écrire, donc le verbe écrire conjugué avec le pronom personnel qui fait le présent. Donc, on va faire le présent. Donc, on va la phrase qui est le discours indirect. Son ami demande à Mona à qui il écrit. Ou d'abord, rendez-vous la phrase 3. Le guide m'a demandé, avez-vous été content de votre voyage? La phrase indique le verbe introducteur conjugué le passé composé. Donc, on dit à demander et dans les colonnes, on dit des changements. La question, avez-vous été content de votre voyage? Est-ce que vous êtes content de votre voyage? إذا هاد لا كيسيون نقدر نجاوب عليها بأ ولا بلا دونك عندي هنايا انتيروغاسيون توتال هاد لانتيروغاسيون توتال غادي نعوضها في ديسكور انديريكت بسي اللي هي لادفيرب انتيروغاتيف لاحظوا معايا كذلك لا كيسيون فيها لوكسيليير افوار كونجيغي او باسي كومبوزي دونك في ديسكور انديريكت غيولي كونجيغي في ديسكور بارفي لاحظوا معايا كذلك عندي لو برونوم بوسيسيف حتى هو تبدل كان عندي في ديسكور ديريكت فوتغ فواياج يعني سفريكم في ديسكور انديريكت ولا مون فواياج يعني سفري علاش لاني انا اللي وصلت الكلام وانا اللي كندوي على نفسي اذا لا فراز غتولي في ديسكور انديريكت لو غيد ما دوموندي سي جا فيزيتي كونتون دو مون فواياج دابا غندوزو La phrase 4. Leurs parents ont demandé où partez-vous la semaine prochaine? Le verbe introducteur indique le passé composé et ont demandé. Donc, on dit des changements. La question. Où partez-vous la semaine prochaine? Yani, fin ratmchew semaine al magia. Et d'un la question, on peut pas répondre à ba ou la bla. إذن هنايا عندي لانتيروغاسيون بارسييل معنى ان لا سيبوردوني انتيروغاتيف انديريكت غنحتفظ بها كما هي في ديسكور انديريكت لاحظوا معايا كذلك في لا كيستيون عندي لو فيرب بارتير كونجيغي افيك لو برونوم بيرسونيل فو في لو بريزون دونك في ديسكور انديريكت غيولي في لامبارفي لاحظوا معايا كذلك عندي لانديكاتور تومبوريل prochaine. Et dans le discours indirect, suivante. Donc, regardez la phrase du discours indirect. Leurs parents ont demandé où ils partent la semaine suivante. Pour la phrase 5, le directeur demanda quand finiront-ils ce projet? Le verbe introducteur indique demanda, donc le verbe demander conjugué au passé simple. Donc, on a du changement. L'achetum aïe la question, quand finiront-ils ce projet? Donc, c'est la question, qu'est-ce m'intéresse à l'you had l'mashrouh? Iden, c'est la question, ma n'kdarch n'jawab aliha b'a ou la b'la. Donc, on dit interrogation partielle. Donc, la subordonnée interrogative indirecte, gadi n'htafd biha ki mahiya f discours indirect. لاحظوا معايا كذلك لو فيرب فينير كونجيغي او فيتور افيك لو برونوم بيرسونيل il دونك غادي يكون عندي في ديسكور انديريكت في كونديسيونيل بريزون لاحظوا معايا كذلك عندي ان ادجكتيف ادمنستراتيف سو دونك غادي نزيد واحد لا تمايا في ديسكور انديريكت دونك لا فراز في ديسكور انديريكت غتولي
le directeur demanda quand elle finirait ce projet-là. Pour la phrase dernière, je demande mon fils, est-ce qu'Ahmed est arrivé? L'ahdoumaïa, le verbe introducteur, indique le présent. Donc, demande, c'est le présent, donc, indique ce changement. D'abord, on a la question, est-ce qu'Ahmed est arrivé? Ou est-ce qu'Ahmed est arrivé? Donc, on a la question, on a bien joué par ou le blanc. Donc, on a une interrogation totale. Donc, on a l'interrogation totale, on a une interrogation totale. L'adverbe interrogatif, sif, discours indirect. L'ahdou ma'aya kadalik, indi le verbe arriver, fait le passé composé. Et d'un ranchali qui m'a oua fait le passé composé, l'ajli anna indi le verbe introducteur fait le présent. Donc la phrase ratouli, discours indirect, je demande mon fils si Ahmed est arrivé. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي كاينه في لا فيديو. نتمنى كذلك اني كنوصل لكم المعلومات بطريقه مبسطه وشرح بسيط. ما تنساوش الاشتراك في القناه وما تنساوش تفعيل الجرس كذلك باش يوصلكم كل جديد. ميرسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية avec حياة. فهاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيونس 3 ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. عنوان الدرس فهاد لا فيديو هو لا فراز امبيراتيف او ديسكور انديريكت. دونك فهاد لا فيديو ان شاء الله غادي تعرفوا على لا فراز امبيراتيف وغنشوفوا دي زيكزامبل ديالها ونشوفوا لي ريغل اللي كنطبقوا من دوزو ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. Donc, regardez une petite définition pour la phrase impérative. La phrase de type impératif sert à donner un conseil, un ordre ou à formuler une demande. Maintenant, la phrase impérative, كنعني بها الجملة اللي كتكون فيها نصيحة, يعني كيكون فيها conseil. أو اللي كيكون فيها أسلوب الأمر, يعني كنعطي واحد الأمر لواحد الشخص. أو الجملة اللي كتكون فيها دوموند, يعني كيكون فيها طلب. إذن هاد ثلاثة كنسميو الجملة اللي كيكونوا فيها هاد ثلاثة لا فراز امبيراتيف. لا فراز امبيراتيف سو تيرمين بار ان بوين أو بار ان بوين ديكسكلاماسيون. معنى لا فراز امبيراتيف سوا كتسالين لينا بنقطة سوا كتسالين لينا بعلامة التعجب. لا فراز امبيراتيف est construite à partir d'un verbe à l'impératif. Et d'arouri, le jumel qui est impératif, d'arouri, c'est qu'on fait le verbe conjugué au mot d'impératif. Donc, il y a l'absence du sujet dans la phrase principale. Maintenant, la phrase impérative, mais qui compte le sujet. Yani qui compte le verbe directement dans le wol. Ou d'abord, nous chauffons des exemples pour la phrase impérative. Regardez-moi dans les yeux quand je m'adresse à vous. Travaillons bien. Faites attention à la peinture. Laisse-moi partir. Ce sont des phrases de type impératif. Le sujet est le verbe directement dans le wol de la phrase. Les phrases soit msalia bnoukta. Soit مساليه بعلامه التعجب. لاحظوا معايا كذلك بان هذه الجمل كاينين فيهم جمل اللي فيهم امر بحال لا فراز 4 ليس مو بارتير, يعني خليني نمشي. اذا هذا امر. لاحظوا معايا لا فراز 3 فيت اتونسيون ا لا باتور, اذا رد البال من الصبابه. اذا لاحظوا معايا بان هذا راه كيدل على النصيحه. إذن هاد الجمل سواء كتدل على النصيحة سواء كتدل على طلب سواء كتدل على أمر. إذن هادو هما لي فراز امبيراتيف. دونك لا فراز امبيراتيف سو بلي ا تو لي ريغل دو ديسكور انديريكت. معنى ان لا فراز امبيراتيف الا بغينا نتحولو من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت
فلا فراز امبيراتيف كتخضع لجميع القواعد ديال ديسكور انديريكت. غنديروا ان بتي رابيل بور لي ريغل دو ديسكور انديريكت. La ponctuation disparaît. Les guillemets, point d'exclamation. معناه ان علامه الترقيم كتحذف يعني ما كتبقاش في ديسكور انديريكت. معناه لي غيومي يعني اقواس يعني بين قوسين ما كيبقاوش في ديسكور انديريكت. كذلك علامه التعجب حتى هي ما كتبقاش. Il y a une transformation des adverbes ou expressions de lieu et de temps. معناه ان تعابير ديال اولا ظروف المكان او ظروف الزمان كتشونجا يعني كتبدل من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. Il y a une transformation du pronom personnel des déterminants possessifs. كذلك يكون عندنا واحد ترانسفير او واحد شونجمون ديال لي برونوم بيرسونيل يعني ضمائر شخصيه يعني جو تو ال هادو كيتبدلوا على حسب الكلام. كذلك ضمائر الملكيه حتى هما كيتبدلوا. Il faut faire la concordance de temps si le verbe introducteur est au passé. La كان عندنا le verbe introducteur في الماضي فكيكون عندنا واحد توافق ديال الازمنه من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. هذا جوست ان بتي رابيل بور لي ريغل دو ديسكور انديريكت. كومون باسي دان ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت لورسكو لا فراز اي دو تيب امبيراتيف. معنى كيفاش ندير واحد ترانسفير من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت ملي تكون عندي لا فراز دو تيب امبيراتيف. معنى كيفاش نحول لا فراز امبيراتيف من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت بطريقه صحيحه. دونك سي لو فيرب او ديسكور ديريكت اي او مود امبيراتيف nous avons le choix entre deux possibilités. Première possibilité, remplacer l'impératif par l'infinitif précédé par une préposition. La deuxième possibilité, remplacer l'impératif par le mode subjonctif. Maintenant, il est connu le verbe du discours direct conjugué le mode impératif فغيكون عندي جوج ديال الاختيارات باش ندوز لديسكور انديريكت. سوا الاختيار الاول هاد لو فيرب اللي كيكون عندي في ديسكور ديريكت كونجيغي على امبيراتيف نحولو لانفينيتيف ديسكور ديريكت ونزيد قدامه واحد البريبوزيسيون اللي كتكون دو. ولا هاد لو فيرب في الامبيراتيف ديسكور ديريكت غادي نحولو في ديسكور انديريكت المود سوبجونكتيف. اذا باش نفهموا هادشي اللي قلنا غنشوفوا دي زيكزامبل بور شاك بوسيبيليتي. دونك غادي نشوفوا لا بروميير بوسيبيليتي رومبلاسي لامبيراتيف بار لانفينيتيف بريسيدي بار ان بريبوزيسيون. غادي نشوفوا ليكزامبل. لاحظوا معايا الفوق عندي لا فراز دو ديسكور ديريكت اي لوي ا دي بارل بلو فور. معنى قال ليه تكلم بالجهد. لاحظوا معايا لو فيرب ديال لا فراز عندي لو فيرب بارلي كونجيغي ا لامبيراتيف. اذا عندي هنا بارل. لاحظوا معايا الى تحولت لديسكور انديريكت كي غيولي دونك اي لوي ا دي دو بارلي بلو فور. اذا لاحظوا معايا بان ولات عندي بارلي avec ER à la fin. إذن هنا حولت le verbe l'impératif حولته l'infinitif. إذن رجعته للأصل ديالو اللي هو parler avec ER à la fin. وزدت قدامه واحد الpréposition اللي هو de. إذن ولات عندي الجملة et lui a dit de parler plus fort. إذن هذا هو الشونجمون اللي درت. إذن هذه هي la première possibilité. هي نحول الفيرب من الامبيراتيف نحولو للانفينيتيف ديسكور انديريكت ونزيد قدامه واحد بريبوزيسيون اللي هي دو. ودابا غنشوفو لا دوزيام بوسيبيليتي رومبلاسي الامبيراتيف بار لو مود سوبجونكتيف.
دونك غنشوفو ليكزامبل. لاحظوا معايا الفوق عندي لا فراز في ديسكور ديريكت اي لوي ا دي بارل بلو فور، بمعنى قال لي تكلم بجد. اذا لاحظوا معايا دائما عندي لو فيرب بارلي كونجيغي او مود امبيراتيف ديسكور ديريكت، عندي بارل. اذا الى تحولت لديسكور انديريكت غتولي عندي الجمله اي لوي ا دي كيل بارل بلو فور. لاحظوا معايا بان الفيرب بارلي هنايا في ديسكور انديريكت كونجيغي او سوبجونكتيف. علاش؟ حيت عندي لا سيبوردوني غولاتيف كو، وعندي البرونوم بيرسونيل إيل اللي كيعوض ليا لوي لأنه كيتكلم معاه هو، وعندي الفيرب بارلي كونجيغي افيك لو برونوم بيرسونيل إيل في سوبجونكتيف. إذن هذا هو لو شونجمون اللي درت. إذن في ديسكور ديريكت كان عندي لامبيغاتيف، وفي ديسكور انديريكت ولا عندي سوبجونكتيف. إذن هذه هي لا دوزيام بوسيبيليتي. وباش نثبتوا المعلومات اللي شفنا في هذا الفيديو غادي نخدموا اكزيرسيس كيف العاده. لانتيغي من هذا الاكزيرسيس هو نحولوا لي فراز امبيراتيف من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت، ونعطيو لي دو بوسيبيليتي، يعني نحولوا لامبيراتيف لانفينيتيف بريسيدي بار بريبوزيسيون دو او سوبجونكتيف كذلك. غنقرا لا كيستيون. Transformez les phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Donc la phrase A, tu lui as dit, avance plus rapidement. La phrase B, elle y a dit, prenez ce raccourci. La phrase C, nous avons demandé au public, chantez avec nous. La phrase D, mon ami m'a dit, appelle ta sœur. La phrase E, elle a demandé, parlez fortement. La phrase F, elle a suggéré, allez au cinéma. Ou d'abord, on va voir les réponses. Pour la première phrase, la phrase A, tu lui as dit, avance plus rapidement. L'ahdoumaïa, le verbe avancer, conjugué, l'impératif. L'ahdoumaïa, il y a deux possibilités. عندي لا فراز اللي في السهم الاصفر، عندي هذه لا بروميير بوسيبيليتي، ولا فراز اللي في السهم الاحمر هذه لا دوزيام بوسيبيليتي. اذا لاحظوا معايا غنقرا لا فراز الاولى، tu lui as dit d'avancer plus rapidement. لاحظوا معايا باني حولت لو فيرب avancer لانفينيتيف، يعني ستي واحد او ار على فان ودرت قدامه دو. إذن هنايا هذه هي لا بروميير بوسيبيليتي، يعني دو او لانفينيتيف. دونك ولات عندي الجمله tu lui as dit d'avancer plus rapidement. غنشوف دابا لا دوزيام بوسيبيليتي، tu lui as dit qu'il avance plus rapidement. لاحظوا معايا بان عندي هنايا لا سيبجونكتيف. علاش؟ لان عندي لا سيبوردوني غولاتيف كو، عندي لو فيرب افونسي كونجيغي او سوبجونكتيف افيك لو برونوم بيرسونيل إيل لان كيهضر معاه هو. اي لوي ادي كيقول لي هو. دابا غندوزو لا فراز بي، الي ادي بروني سو راكورسي. اذا لاحظوا معايا لا بوسيبيليتي الاولى، الي ادي دو بروندر سو راكورسي لا. لاحظوا معايا عندي خليت الفيرب بروندر في لانفينيتيف، يعني رديتو لانفينيتيف ديالو يعني الاصل ديالو، وزدت لا بريبوزيسيون دو في القدام. اذا هذه لا بوسيبيليتي الاولى. لا بوسيبيليتي دو، الي ادي كيل برونون سو راكورسي لا. اذا هنايا حولت الفيرب بروندر لا سوبجونكتيف، ولات عندي كيل برونون. لاحظوا معايا هنايا علاش درت ايل افيك اس على فان، يعني ايل ديال البلوريال. علاش؟ لان لاحظوا معايا في الجمله الاولى اللي هي لا فراز بي عندي بروني افيك او زيد على فان، يعني كيهضر مع مجموعه. اذا هذا الشخص اللي
qui وصل الكلام يعني كي رابورت لي بارول كي يدوي عليهم هما مجموعة يعني يوليو إل يولي إل أفيك إس على فون داكشي علاش درت إل أفيك إس على فون ديال البلوريال لاحظوا معايا درت راكورسي لا يعني زدت واحد لا تما علاش لأن عندي سو اللي هو أدجيكتيف أدمينستراتيف La phrase C, nous avons demandé au public chanter avec nous. Et la possibilité l'oula. Et dans le kif l'aada, rad le verbe chanter, l'infinitif dialo, yani ranzid les er à la fin, ou ranzid les qdamo, la préposition de. La possibilité de, radin d'khal la subjonctif, ratu l'indi, qu'il chante. Donc, vous l'avez dit, nous avons demandé au public qu'il chante avec nous. D'accord, on dit public, on dit واحد. On dit public, jumhur, واحد. Donc, c'est là, je dis il. Houa. Donc, tu as qu'il chante avec nous. On chauffe la phrase suivante. Mon ami m'a dit, appelle ta soeur. La possibilité de. غادي ندير لو فيرب ابل يعني ولات عندي لو فيرب ابلي ولا عندي في لانفينيتيف ولا عندي او ار ولات دابلي اذا انايا دخلت لا بريبوزيسيون دو في القدام ورجعت لو فيرب ابلي ولانفينيتيف ديالو لا دوزيام بوسيبيليتي دخلت لا سيبوردوني كو او كونجوغيت لو فيرب ابلي avec le pronom personnel je fais la subjonctif et dans l'indi la phrase mon ami m'a dit que j'appelle ma soeur alors je dis avec je t'aime et dans l'âge la phrase l'oula le discours direct mon ami m'a dit dans l'gallia ana dans ana yani يعني انا اللي وصلت الكلام يعني غنتكلم عن نفسي لا فراز او الا دوموندي بارلي فورتمون اذا غتولي في لا بوسيبيليتي الاولى الا دوموندي دو بارلي فورتمون لاحظوا معايا دخلت هنايا لا بريبوزيسيون دو او خليت لو فيرب بارلي في لانفينيتيف ديالو زدت او ار على فان لاحظوا معايا في لا بوسيبيليتي دو ال دوموندي كيل بارل فورتمون اذا نان كونجوغيت لو فيرب بارلي افيك لو برونوم بيرسونيل ال افيك اس على فان يعني ديال البلوريال علاش لاني عندي بارلي افيك او زيد على فان في ديسكور ديريكت يعني كنتكلم عليهم هما بزاف يعني جماعه Ou d'abord, on doit la phrase F. Il a suggéré aller au cinéma. Donc, regardez, je fais la première possibilité. Il a suggéré d'aller au cinéma. Tu as le verbe aller, l'infinitif dialo, le sendi aller avec ER. Ou d'abord, la préposition, le sendi d'aller. D'abord, je fais la deuxième possibilité. Il a suggéré. Qu'ils aillent au cinéma. L'achdo m'aïe bi anninaïa le conjugate le verbe aller au subjonctif ma le pronom personnel il. Ça indique qu'ils aillent. Merci pour votre attention. N'tmenna tkounou fhamtou d'dars dial had la vidéo. Ou inchallah n'taqaou fi une nouvelle vidéo ma d'dars jdid. Merci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية بك حياة في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم درس جديد واللي هو الادفيرب وكتقديم أولي للدرس غادي نشوفوا تعريف والوظيفة ديال الادفيرب غنشوفوا كذلك لا ناتور اي لي كاتيجوري ديال الادفيرب يعني طبيعة ديالو والأنواع ديالو ومن بعد غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نستعملوه في الجمله بشكل صحيح وغنتعرفوا كذلك على العلاقه ديال الادفيرب مع الادجكتيف يعني كيفاش نشتقوه منها بشكل صحيح
وفي الاخير غادي نشوفو تمارين تطبيقية للتثبيت. اذا نشوفو لا فيديو كامل باش تستافدو اكثر. اذا في البداية غنشوفو ان بوتيت ديفينيسيون بوغ لادفيرب. دونك لادفيرب اي تان مو انفاريابل كي بريسيز او شونج لو سونس دان فيرب دان ادجيكتيف او دان اوتر ادفيرب. بمعنى ان لادفيرب اسم غير متغير. بالعربية كنقولو الظرف. هاد الاسم كيحدد او كيعدل المعنى ديال واحد الفعل او لصفة او لظرف اخر. وباش نفهمو مزيان غادي نشوفو دي زيكزامبل. Pour le premier exemple, la phrase elle court, يعني هي كتجري. دابا الى دخلت ان ادفيرب على لا فراز غتولي elle court rapidement, يعني هي كتجري بسرعه. دابا الى طرحت سؤال هي كيفاش كتجري، غيكون الجواب هي كتجري بسرعه. دونك لادفيرب رابيدمون زاد وضح ليا كيفاش كتجري. دونك الدور ديال لادفيرب في هذه الجمله هو انه كيوضح ليا المعنى ديال لو فيرب. دونك رابيدمون بريسيز لو سونس دو فيرب كورير. بور لو دوزيام اكزامبل، دونك لا فراز il n'est pas grand، يعني هو ماشي كبير. دونك الى دخلت لادفيرب على هاد لا فراز غادي تولي il n'est pas très grand، بمعنى هو ماشي كبير بزاف. اذا شنو الدور ديال لادفيرب تري في هاد لا فراز؟ دونك تري موديفيي لو سونس دو لادجيكتيف grand، بمعنى ان تري لهاد لادفيرب كيعدل ليا المعنى ديال الصفه grand. Pour le troisième exemple nous jouons bien، بمعنى حنا كنلعبو مزيان. دونك غادي ندخلو واحد لادفيرب على هاد لا فراز غادي تولي نو جوون اسي بيان، بمعنى حنا كنلعبو شي شويه مزيان، يعني كنلعبو شي لعب لا باس به. دونك هنايا اسي هي لادفيرب كي موديفيي لو سونس دو لادفيرب بيان، يعني عدلت ليا المعنى ديال لادفيرب بيان. دونك ادفيرب موديفيي لو سونس دان اوتر ادفيرب. هذا هو الدور ديال هاد لادفيرب في هاد الجمله. دونك نوتي بيان اون ريكوني لادفيرب فاسيلمون دون زين فراز كار سي اون لو ليف لا فراز ريست كوريكت الي ان كومبليت مي كوريكت. بمعنى دغيا كنتعرفوا على لادفيرب في الجمله حيت الى حذفنا لادفيرب الجمله كتبقى صحيحه من حيث المعنى ولكن غير مكتمله. Donc, la phrase Hier, Selma a bien dormi. Elle l'a vraisemblablement récupéré. Maintenant, البارح سلمى نعسات مزيان. من المحتمل تكون تعافات. إذن هاد la phrase فيها جوج ديال les adverbes. عندنا bien وعندنا vraisemblablement. لاحظوا معايا إلا حذفت هاد لي دوز adverbes. Donc la phrase غتولي Selma a dormi. Elle a récupéré. Selma نعسات. تشافات. لاحظوا معايا الجمل صحيحة. دونك الجملة صحيحة من حيث المعنى ولكن كتبقى غير مكتملة. إذا الدور ديال لي زاد فيرب في الجمل مهم جدا. ودابا غنشوفو لا ناتور ديال لي زاد فيرب. دونك لادفيرب يقدر يكون ان مو، يعني اسم. باغ اكزومبل ايسي، ايير، جامي، بيان، اسي، بو، اتسيتيرا. دونك هادو كلهم اسماء دونك كنستعملوهم كوم دي زادفيرب في لي فراز. لادفيرب يقدر يكون اون لوكيسيون ادفيربيال، يعني عباره. باغ اكزومبل ne pas, au fur et à mesure, tout à coup, etc. Donc, il y a deux ibarats qui sont comme un adverbe dans les phrases. L'adverbe peut être un mot terminé par
M-E-N-T. يعني في لفان ديالو كالقاو مون. Par exemple, calmement, bruyamment, prudemment. Ou d'abord, on chauffe les différentes catégories des les adverbes. Regardez, on chauffe la première catégorie, il y a l'adverbe de manière. Yani, d'orof l'hal. Par exemple, bien, mal, mieux, volontiers. Comme, debout, etc. Donc, il y a deux colons, d'orof, qui bien bien l'hal. Pour la deuxième catégorie, les adverbes de quantité. Yani, d'orof, qui bien bien l'kemmia. Qu'en s'imium kadalik, les adverbes de l'intensité. Par exemple, assez, beaucoup, environ, moins, pas mal, peu, plus, tellement, presque, etc. Donc, il y a deux camelines qui misent bihom le camia, yani qui misent bihom le camia d'un chez. Donc, en deux ans, les adverbes de temps, yani de rouf semaine. Par exemple, après, aujourd'hui, enfin, ensuite, maintenant, encore, tôt, tard, parfois, etc. Donc, on va dire زمن. Donc, on va dire les adverbes de lieu. يعني ظروف المكان. On va voir les exemples ديالهم. On dit ailleurs, arrière, autour, dedans, dehors, dessous, devant, loin, partout, ici, etc. Donc, هادو كلهم كنوضح بهم المكان. وعندي لي زادفيرب دافيرماسيون يعني ظروف التوكيد يعني كنأكد بهم الحاجة. باغ اكزومبل عندي اسيغيمون سيغتانمون بريسيزيمون سون دوت اي فغيمون اتسيتيرا. دونك هادو كنبين بهم التوكيد كنأكد بهم الشيء. دونك عندي لي زادفيرب دو نيغاسيون يعني ديال النفي يعني لي زادفيرب ديال النفي. باغ اكزومبل اوكان نولمون جامي ريان بيرسون. لان هادو كلهم كنفي بيهم. لان هادو هما لي ديفيرونت كاتيغوري ديال لي زادفيرب. او دابا غنشوفو لا بلاس دو لادفيرب يعني كيفاش نحط لادفيرب داخل الجمله بشكل صحيح. غنشوفو الحالة الأولى avant l'adjectif يعني قبل الصفة. معنى إلا كانت عندي جملة فيها adjectif فكنحط الادفيرب قبل من هاد الادجيكتيف. par exemple elle est très jolie. لاحظوا معايا جولي هي الادجيكتيف. دونك حطيت الادفيرب très قبل لهاد الادجيكتيف. غادي نشوفو الحالة الثانية avant l'adverbe. معنى إذا كانت عندي جملة فيها adverb وباغي نزيد واحد الادفيرب واحد آخر كنحطو قبل هذاك الادفيرب الأول. par exemple elle entend très bien. في الحالة الثالثة après le verbe si le verbe était un ton simple. بمعنى إذا كان الفعل مصرف واحد الزمن بسيط فكنحط الادفيرب من بعد هذا الفعل. par exemple je dors bien. donc dors هو le verbe dormir conjugué في le présent. donc le présent c'est un temps simple. donc حطيت l'adverbe bien من بعد منه. في الحالة الرابعة après l'auxiliaire et avant le participe si le verbe était un temps composé. بمعنى إذا كان الفيرب يعني الفعل مصرف واحد الزمن مركب فكنحط الادفيرب من بعد لوكسيليير وقبل لو بارتيسيب. باغ اكزومبل جي بيان دورمي. لاحظوا معايا جي دونك عندي اي هو لوكسيليير دورمي هو لو بارتيسيب. دونك الادفيرب بيان حطيتها بيناتهم يعني من بعد لوكسيليير
وقبل لو بارتيسيب في الحالة الأخيرة elle peut être placée avant ou après le verbe si l'adverbe est un adverbe complément de temps ou de lieu. معنى إلا كان عندي الظرف ظرف زمان أو ظرف مكان فعندي الحق نحطه في بداية الجملة أو لا في النهاية ديالها. Par exemple, في الجملة الأولى j'ai bien dormi hier. دونك حتى حطيت الجملة عاد حطيت ظرف الزمان hier. أولا نحط هذا الظرف الزمان أو المكان نحطه في الأول عاد نكمل الجملة. Par exemple, hier j'ai bien dormi. ودابا غادي نشوفو دي زادفيرب سو تيرمينون بار E, deuxième, ENT. Ou A, deuxième, ENT. Donc, les adverbes formés à partir des adjectifs se terminant par E, ENT ou ANT. Les adverbes correspondants se terminent par E, deuxième, ENT ou A, deuxième, ENT. بمعنى إلا كنا باغيين نستخرجو دي زادفيرب من دي زادجيكتيف في النهاية ديالهم أو أن تي ولا أ أن تي فلي زادفيرب اللي كنحصلو عليهم كيكونو مساليين بأو دوزيام أو أن تي ولا أ دوزيام أو أن تي. وباش نفهمو مزيان غنشوفو هاد الطابلو. فهاد الطابلو كاينين دي زادجيكتيف النهايه ديالهم او ان تي، كاينين قدامهم دي زادفيرب كوريسبوندون النهايه ديالهم او دوزيام او ان تي. دونك ابارون ابارامون فيولون فيولامون انتيليجون انتيليجامون ديسون décemment. لاحظوا معايا ENT في لي زادجيكتيف ولات E دوزيام ONT في لي زادفيرب. وفي الطابلو عندي كذلك لي زادجيكتيف النهايه ديالهم ANT وكاينين قدامهم لي زادفيرب كوريسبوندون النهايه ديالهم A دوزيام ENT. Donc, indépendant, indépendamment. Puissant, puissamment. Bruyant, bruyamment. Brillant, brillamment. Donc, ANT, les adjectifs, ou lettre A, deuxième, ENT, les adverbes. L'adverbe, les adverbes, la catégorie Loula. Ou les adverbes dans la catégorie الثانية. الأولين عندهم E والثانيين عندهم A ولكن في النطق بحال بحال. ودابا غنشوفو الأدفيرب فورمي à partir d'adjectifs se terminant par une consonne au masculin. بمعنى غنشوفو les adverbes اللي كنستخرجوهم من les adjectifs masculins في النهاية ديالهم حرف صامت. Donc, l'adverbe correspondant se forme sur le féminin de l'adjectif auquel on ajoute ment. بمعنى كيكون عندي adjectif masculin كنحولو l'adjectif féminin هاد l'adjectif féminin كنزيد عليه ment. في النهاية كنحصل على l'adverbe. Par exemple, un des frais, adjectif masculin, حولتو l'adjectif féminin ولا عندي fraîche. هاد fraîche زدت عليها ment ولات عندي fraîchement. لاحظوا معايا المثال الثاني sérieux, adjectif masculin, حولتو الفيمينين ولا sérieuse. sérieuse زدت عليها ment ou l'aide sérieusement. Mou, moule, moulement.
Brutal, brutal, brutalement. Annuel, annuel, annuellement. Pensif, pensive, pensivement. Donc, غنشوفو des exceptions. لاحظوا معايا كاينين دي زادجيكتيف ماسكولان في النهايه ديالهم ان كونسون، يعني حرف صامت، وكي ما كيخدعوش القاعده اللي شفنا. لاحظوا معايا عندي لادجيكتيف ماسكولان جونتي، فيمينا ديالها جونتي، لادفيرب جونتيمون. بريف، بريف، brièvement. Précis, précise, précisément. لاحظوا معايا بانهم ما كيخدعوش القاعده اللي شفنا. او دابا غنشوفوا لي زادفيرب فورمي ا بارتير دادجيكتيف سو تيرمينون بار او او اكسون اكسون ايغو اي او. دونك لادفيرب سو فورم اون اجوتون M E N T. لاحظوا معايا عندي دي زادجيكتيف في النهايه ديالهم عندي فيهم او ولا او اكسون ولا اي ولا او، كنخليهم كما هما، كنزيدو ليهم في النهايه M E N T. باغ اكزومبل سبونتاني، سبونتانيمون. فري، فريمون. ابسولو، absolument. Facile, facilement. Ou d'abord, on chauffe exercice. L'intérêt de l'exercice, on a dit de l'adverbe dans la jumla. Yani la catégorie de l'adverbe. Donc, l'exercice est très simple. Donc, on va lire les phrases. La première phrase, dehors, elle fait très froid. La deuxième phrase, tu as certainement raison. Je n'en doute pas. La phrase 3. Je n'ai jamais dit cela. C'est complètement faux. La phrase 4. Ne restez pas debout. Prenez une chaise. La phrase 5. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. La phrase 6. Auparavant, je demeurais dans le midi. La phrase 7. Nous partirons ensemble. Cet été en vacances. La phrase 8. Ensuite, je me suis installée dans le centre de la France. Ou d'abord, il faut la réponse d'exercice. Pour la première phrase, dehors, elle fait très froid. Donc, dehors, voilà le verbe qui parle de l'arfondiallo. Donc, dehors, qu'est-ce que c'est que c'est? Donc, c'est un adverbe de lieu. La phrase 2. Tu as certainement raison. Je n'en doute pas. Donc, certainement. Donc, c'est un adverbe d'affirmation. Donc, il y a un adverbe. La phrase 3. Je n'ai jamais dit cela. Complètement, c'est complètement faux. لاحظوا معايا جامي كتعني هي ابدا. دونك سي ان ادفيرب دو نيغاسيون، يعني كيدل لينا على النفي. لا فراز 4 نو ريستي با دوبو بروني اون شيز. لاحظوا معايا دوبو كتعني واقف، يعني كيدل لينا على الحاله، يعني الحال. دونك سي ان ادفيرب دو مانيير. La phrase 5. Vous avez beaucoup d'enfants dans votre classe. Donc, beaucoup, yani bzaf, yani kidlina la l'kamia, ou la l'intensité. Donc, c'est un adverbe de quantité. La phrase 6. Auparavant, je demeurais dans le midi. Auparavant, y'a qabla. Donc, kidlina zamen. Donc, c'est un adverbe de temps. La phrase 7. Nous partirons ensemble cet été en vacances. Donc, ensemble, c'est-à-dire jamais.
Donc, c'est un adverbe de manière. Donc, c'est l'inala, l'hala. La phrase 8. Ensuite, je me suis installée dans le centre de la France. Donc, ensuite, yani, aïdan. Donc, c'est l'inala, zemen. Donc, c'est un adverbe de temps. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وفهمتوا جميع القواعد اللي فيه. ان شاء الله نتلاقاو في ان اوتر فيديو مع درس جديد. ميرسي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسيه بك حياه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم درس جديد بعنوان لو بلوريال دي نون، بمعنى جمع الأسماء. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نطرق المجموعة من القواعد اللي غتساعدنا باش نتحولوا من أسماء مفردة ونحولوها للجمع بشكل سليم. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقتصروا على لي نون سامبل، وفي الفيديو الجاية إن شاء الله غادي نشوفوا لي نون كومبوزي. دونك لا بليبار دي نون اونت ان بلوريال او نس، mais il existe des exceptions que vous devez connaître. بمعنى ان معظم الاسماء في اللغه الفرنسيه كيكون الجمع ديالها يعني لو بلوريال ديالها فيه اس على الفان، ولكن كاينين حالات خاصه اللي غادي نطرقوا ليهم ان شاء الله وغنشوفوهم حاله بحاله. alors en général les noms forment leur pluriel en ajoutant un s au singulier. بمعنى ان في معظم الحالات كيكون عندنا لو بلوريال ديال لي نون فيه اس على فان، يعني في غالب الاحيان. باغ اكزومبل لو ليفغ، دونك هذا امو او سانغولييه، يعني اسم مفرد. فاش غنحولوه للبلوريال يعني في الجمع غيولي لي ليفغ افيك اس على فان. كذلك غنشوفو ليكزومبل الثاني اغا، غيولي عندنا dira à la fin ديالو عندنا s باسكو في البلوريال. اذا غنبداو مع اول قاعده هي لو بلوريال دي نون اون او يو ا يو او ا يو. دونك لا بليبار دي نون تيرميني او سينغولييه بار او يو ا يو او ا يو فورم لو بلوريال اون اجوتون ان اكس. بمعنى ان معظم الكلمات اللي كتكون في المفرد ديالهم المقاطع التاليه سواء او يو ولا ا يو ولا او ا يو، دابا في البلوريال كندير ليهم اكس على فان. دونك غنشوفو اكزامبل ان شوفو، دونك في البلوريال غتولي دي شوفو، دونك غنزيدوها اكس على فان. علاش؟ لان في المفرد ديالها عندها المقطع في النهايه ديالها او يو. دوزيام اكزامبل ان درابو، اذا عندها في النهايه ديالها المقطع او ا يو، دونك في البلوريال غتولي دي درابو افيك اكس على فان. ان تيو عنده في النهايه ديالو المقطع ا يو، إذن في البلوريال غيولي دي تيو افيك اكس على فان. و دابا غنشوفو دي زيكسيبسيون ديال هاد القاعده اللي شفنا. رغم ان عندنا اسماء النهايه ديالهم لي سيلابل ا يو ولا او يو، فما كنديروش ليهم اكس، عوض ما نديرو اكس كنديرو اس. وهاد الاسماء هما لاندو، سارو، بنو، بلو، ايمو، انفو، نونو، روبو، ليو، c'est-à-dire le poisson. forment leur pluriel en ajoutant un s. donc الى لقينا هاد الاسماء وحده من هاد الاسماء بغينا نحولوها للبلوريال فكنديرو s، ما كنديروش x، كنديرو اس. اذا هاد الاسماء خصهم يتحفظوا باش نميزوهم على الاسماء الاخرين اللي شفنا في القاعده
ديال الاكس. باغ اكزومبل عندنا لو لاندو، لاحظوا معايا لاندو عندها ا او على فان، ولكن درنا ليها اس في البلوريال ولات لي لاندو افيك اس على فان. كذلك عندنا لو مو لو بنو ولات لي بنو افيك اس رغم ان عندها او او على فان. ودابا غنشوفوا الحاله الثانيه اللي هي لو بلوريال دي نو اون او او، بمعنى الجمع ديال الاسماء اللي كتكون في النهايه ديالهم المقطع او او. دونك لا بلوبار دي نو تيرميني بار او 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 سينغولير فورم لو بلوريال اون اجوتون ان اس، بمعنى الا كان عندنا اسم في النهايه ديالو او او في المفرد فكنزيدو ليه اس على لا فان في البلوريال. باغ اكزومبل ان سو، دونك هذا ان مو او سينغولير، دونك الا بغينا نحولوه للبلوريال غنزيدو غير اس على لا فان يولي دي سو. اكزومبل تاني ان كو، دي كو افيك اس على لا فان في البلوريال. و دابا غنشوفو دي زيكسيبسيون ديال القاعده اللي شفنا. لاحظوا معايا سيت مو اون او او برونون ان اكس او بلوريال، بيجو كايو شو جونو ايبو جوجو بو. لاحظوا معايا عندي سبعه ديال الاسماء فقط عندهم في النهاية ديالهم المقطع او او، كندير لهم اكس في البلوريال. علاش؟ لانهم حالات خاصة ما كيخضعوش للقاعدة اللي شفنا. دونك لاحظوا معايا ليكزامبل ان بيجو في البلوريال دي بيجو، دونك زدناها اكس. ليكزامبل الثاني ان جونو عندنا دي جونو افيك اكس. اذا من اجل الاستئناس فقط غادي نشرحوا هاد الكلمات بالدارجه. دونك عندنا بيجو هو الحلي، يعني حلي ديال الزينه، كايو هو الحجر، شو هو الملفوف يعني الخضر الملفوف، جونو هي الركبه، ايبو هي البومه الذكر، جوجو يعني اللعبه، اوبو هو القمل. اذا هاد السبعه الكلمات فاش تبغيو ديروا ليهم لو بلوريال ديروا ليهم اكس عوض اس، ديروا اكس لانهم ما كيخضعوش للقاعده. ودابا غنشوفوا القاعده رقم 3 لو بلوريال دي نو اون اس اكس او زد، بمعنى غنشوفوا الجمع ديال الاسماء اللي في النهايه ديالهم في المفرد اس ولا اكس ولا زد. دونك لي نون ديجا تيرميني او سينغولير بار اس اكس او زد نو شونج با دو فورم او بلوريال، بمعنى ان الاسماء اللي في النهايه ديالهم اصلا كاينه سوا اس ولا اكس ولا زد كنحتفظوا بهم كما هما في لو بلوريال. باغ اكزومبل لو بوا، دونك في النهايه ديالو عندنا اس في سينغولير غنخليو ليه اس ديالو في لو بلوريال كتولي لي بوا. لو بري دونك عندنا اكس على فان في سينغولير غنخليوها كما هي في لو بلوريال، هي غتولي عندنا الكلمه لي بري. عندنا لو غاز عندنا زد على فان في لو سينغولير غيولي لي غاز افيك زد على فان في لو بلوريال. دونك هاد القاعده رقم 3 ما عندهاش دي زيكسيبسيون، اذا ما عندهاش حالات خاصه اللي ما داخلينش في القاعده، لان جميع الاسماء اللي عندهم اس ولا اكس ولا زد كنحتفظوا بهم في لو بلوريال كما هما. ودابا غنشوفوا الحاله رقم 4 لو بلوريال دي نو اون ال،
يعني غنشوفوا الجمع ديال الاسماء اللي عندهم في النهايه ديالهم المقطع ال. دونك لا بلوبار دي نون تيرميني بار ال فورم لو بلوريال اون ا او اكس. معنى ان الاسماء اللي كتكون في النهايه ديالهم في المفرد المقطع ال في البلوريال كنحيدو ال وكنردو بلاصتها ا او اكس. باغ اكزومبل ان انيمال هذا في السينغولير دونك غادي نردو البلوريال غيولي دي زانيمو. دونك هنا شترت بدلت ال ب ا او اكس. غنشوفو اكزومبل ثاني ان شوفال غيولي عندنا دي شوفو افيك ا او اكس على فان. ولكن هذه القاعده عندها دي زيكسيبسيون يعني عندها بعض الكلمات اللي ما كيخضعوش لهذه القاعده وغنشوفوا هذه الكلمات وحده بوحده. دونك كل نون تيرميني او ال فورم لو بلوريال او نجوتون ان اس. باغ اكزومبل عندنا بال كارنفال شكال فيستيفال ريسيتال ريغال كال سيرفال. دونك هاد الاسماء عندهم ا ال على فان ولكن ما كيخضعوش للقاعده. دونك اشنو كنديرو كنخليو ليهم ا ال وكنزيدو اس على فان في البلوريال. باغ اكزومبل ان كارنفال دونك حتى في ا ال في البلوريال وزدت غير اس على فان. هذا هو التغيير اللي درت من انتقلت من المفرد للجمع. اذا هاد الاسماء خصنا نحفظوهم باش نميزوهم على باقي الاسماء اللي كيخضعوا للقاعده. ودابا غنشوفوا القاعده رقم 5 لو بلوريال دي نون اون ا اي ال لا فا. يعني الاسماء اللي عندهم المقطع ا اي ال في المفرد. دونك سيغتان مو تيرميني بار ا اي ال forme leur pluriel en ajoutant un s. Par exemple, attirail, chandail, détail, gouvernail et portail. Donc, les asma, عندهم في la fin ديالهم في le mufrad a i l. Donc, في le pluriel, كنزيد غير s à la fin. Par exemple, un portail. في le في البلوريال وغتولي دي بورتاي. اكزومبل ثاني ان ديتاي في البلوريال غتولي دي ديتاي افيك اس على فان. حتى هاد القاعده عندها دي زيكسيبسيون يعني عندها بعض الاسماء اللي عندهم ا اي ال في لافان ولكن ما كيخضعوش للقاعده اللي شفنا. دونك غنشوفوا شنو غادي نديروا ليهم. Donc, d'autres mots terminés par A, I, L ont un pluriel en A, U, X. Email, travail, vitrail, courail, soupirail. إذن هاد الأسماء ما كيخضعوش لهاد القاعدة رغم أن عندهم A, I, L على فان في المفرد. دونك إلا بغيت نردهم البلوريال كنحيد ا اي ال وكنعوضها ب ا او اكس على فان في لو بلوريال. باغ اكزومبل ان كوراي في لو بلوريال غتولي دي كورو. اكزومبل ثاني ان ايماي غتولي دي زيمو. وباش نثبتوا المفاهيم غنشوفوا اكزرسيس. لانتيغي من هاد ليكزرسيس هو نقلبوا على لو بلوريال دي نون entre parenthèses. Donc, retour le bel مع القواعد اللي شفنا ou les exceptions ديالهم. Donc, غادي نقرا la question. Trouvez le pluriel des noms suivants. La première phrase, je possède trois petites entre parenthèses tortues. La phrase 2, les entre parenthèses enfants joue au football pendant 12 heures. La phrase 3. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes, entre parenthèses,
fou. La phrase 4. Dans de gros, entre parenthèses, bisous à ton frère. La phrase 5. Vous avez tout, entre parenthèses, choix. Allez faire des courses avec votre mère ou rester à la maison avec votre père. La phrase 6. Tu es obligé de vider, c'est entre parenthèses, saut. La phrase 7. Quand tu es dans la forêt, fais attention aux, entre parenthèses, chacal, il y en a beaucoup. La phrase 8. Excusez-moi, je ne connais pas tous les, entre parenthèses, détails. La phrase 9. Ce matin, j'ai acheté deux, entre parenthèses, journal. La phrase 10. Nous avons commencé les, entre parenthèses, travail, pratique. On d'abord enchevons les réponses. Donc pour la première phrase, je possède trois petites tortues. Donc la première tortue, maintenant mot indi. Donc radin te prolie le qaïd à l'allemand, le renzido s à la fin, le pluriel. Donc naïsna s à la fin. La phrase 2, les enfants jouent au football pendant 2 heures. De manière, le mot enfant, c'est un mexica particulière, donc de passer les qaïd à l'allemand, s à la fin. La phrase 3. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Le mot fou, le maqta OU à la fin. Donc, la qaïda, s à la fin. La phrase 4. Donne de gros bisous à ton frère. Donc, le mot bisous. La phrase 3, un exemple, la phrase 3. Donc, bisous, on a le mot OU à la fin. Donc, S à la fin. La phrase 5, vous avez deux choix. Allez faire des courses avec votre mère ou rester à la maison avec votre père. Donc, le mot choix, on a le mot dialogue X à la fin. Donc, on a le pluriel qui m'a oua. Donc, on va X dialo qui m'a ouvert. La phrase 6. Tu es obligé de vider ses seaux. La phrase on dit le mot seaux. Maintenant, le mot dialo, finira. E, A, U. Donc, on va dire X à la fin. Donc, on va dire que c'est X à la fin. La phrase 7. Quand tu es dans la forêt, fais attention aux chacals. Il y en a beaucoup. De maïa, on a chacal, exception de la qaïda l'ishfna. Donc, on a, fi a l à la fin, donc, on a dit ghir s. La phrase 8, excusez-moi, je ne connais pas tous les détails. La de maïa, détail, on a a et l à la fin, ou la qu'une exception de la qaïda l'ishfna. Donc, il y a la chasse de la qaïda l'ishfna. Donc, on a dit que c'est faux. B.S. à la fin. La phrase 9. Ce matin, j'ai acheté 2 journaux. Donc, là, on a dit le mot journaux. Dernalo, finihaya dialo, le maqta A-U-X. Alors, le N-F, le mufrad, on a journal. A-L. Finihaya dialo, on a A-L. Donc, j'ai l'acheté, dernalo, le pluriel A-U-X. La phrase 10, nous avons commencé les travaux pratiques. Donc, on a le mot travaux, finihaya dialo AUX, le pluriel, alash, hint fil mufrad, ando, maqta AIL, travail. Voilà, exception dial qaïda lishfna. Idan makata pakshali qaïda lishfna, idan gadi nhawlo AIL, min mufrad, gatouli. Le pluriel AUX. Merci pour votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو وفهمتوا الدرس مزيان. وفي الحقيقة درس سهل وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان. وان شاء الله نتلاقاو في لا سيونس 2 من هذا الدرس اللي هو لو بلوريال دي نون كومبوزي. ان شاء الله. Merci pour votre attention.